بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين. بشكر الدكتور محمد فاضل طبعا ومجموعة الـ LRS كلها على الدعوة اني اقول محاضرة والتقي بكم النهاردة. هنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا كلنا بنشوفه، حتى اللي مش specialized pediatric orthopedics لازم يبقى عارف عنه، لان commonly to be missed للأسف، ويفضل العيان بعد ما كان very mild وكان علاجه حاجة بسيطة وحاجة سهلة جدا with very low complication rate يتحول إلى very severe cases very complication rate. المحاضرة دي كلها كاملة ومحاضرات تانية ممكن تلاقوها على الشانل بتاعتي على اليوتيوب دكتور هشام عبد الغني. فهنبدأ، هي أربع أجزاء. الجزء الأول هي introduction عشان نفهم القصة كلها على بعضيها ماشية إزاي كده بسرعة. بعد كده هنتكلم بقى in details في ثلاث أجزاء، واحد على الـ classification و natural history، والتاني على الـ pending insights وأنواعه والتكنيكس بتاعته والـ biomechanics، وثالث حاجة هنتكلم على الـ dance procedure. فنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إيه slip capital femoral epiphysis؟ It is slipping of the capital femoral epiphysis of the femoral head out of the neck. وفي تفسير كده فيلسوفي شوية، اللي هو الحقيقة الهيد بتفضل مكانها في الاستابلم، الهيد ما بتتفلاش في الاستابلم. فاحنا ممكن نقول عليها It is slippage of the neck of the femur from the physis at the level of the physis. لكن الهيد بتفضل زي ما هي في الاستابلم. ال most commonly the direction of slipping of the hip of the head هيبقى inferior and posterior، يعني neck هتبقى anterior and superior. طيب ال presentation، العيان اللي عنده slipped capital femoral epiphysis ممكن يجي لنا ازاي؟ احنا بنتكلم في general introduction. ممكن يجي بيزق without pain على فكرة، وممكن يجي pain. ودايما يعني لما يجي لك عيان بيدياتريك ايج جروب وعنده ني بين، اكزامين ذهب، لان موست بروبابلي العيان اللي عنده سليبت كابيتال فيمورال ابيفيسس هيجي بيشتكي من ني بين، مش هيشتكي من هيب بين. لكن ممكن كمان يجي يشتكي بهيب بين، ساي بين along the lateral aspect of the thigh. والهيب والبين ده ممكن يبقى ريليتد تو ذا اكتيفيتيز، ممكن يبقى سيفير جدا وممكن يبقى very mild، very mild، ولدرجة ان الليمبينج ممكن يبقى painless. وبعد كده according to the degree of pain and the ability of weight bearing ممكن نقسم او نكلاسيفاي العيانين دول clinically into unstable and stable. يعني unstable ويعني stable، this is the classification of Luder classification. Unstable, inability to bear weight even with crutches. ده الـ definition اللي حطه لودر. لكن stable يعني العيان قادر يمشي حتى بكراتشز، يعتبر ايه؟ يعتبر stable. On examination نتيجة ان الهيد displaced posterior والـ neck shifted anterior، فالعيان ده هيبقى اللور لين بتاعه كله externally rotated. اوكي، هيبقى externally rotated، يبقى اللور لين في الaffected side هتبقى externally rotated more than the contralateral side. معنى كده ان هيبقى عندي limited internal rotation range in this hip. طيب ولما الهيد كمان تطلع superior ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هيحصل shortening، فهيبقى في leg length discrepancy والaffected side هيبقى ايه؟ هيبقى shortened. اوكي؟ طيب لما يبقى عندك الهيب ده في superior slipping of the neck، يبقى اللي هيحصل ان في limited abduction of the hip، وبرضه هيبقى في limited internal rotation of flexion بسبب impingement of this prominent part of the neck anteriorly. ده example اللي بيه الطفل عنده bilateral، فشوف عنده ازاي عنده waddling gait،
bilateral slipped capital femoral epiphysis عنده whirling gait. العيان ده كان بقاله زمن وزمن بيشتكي من اني عنده limping وبينلس وني بين وعامل ام ار اي على الني وعامل اكس ريز على الني ومحدش تنبه تماما ومحدش بص خالص على الهيب اللي هو اساسا فيه المشكله. طيب اكيد لما هنلاقي في leg length discrepancy وهنلاقي limited internal rotation ونلاقي shortening احيانا بس تكير لو عندك عيان عنده limping وبيشتكي من knee pain you have to test the hip واذا لقيت اي painful limitation of internal rotation او mild limitation of internal rotation you have to x-ray the hip. طب الاكس-ray اللي هنعملها ايه الفيوز اللي هنعملها؟ هنعمل anteroposterior and frog lateral view. ومهمة جدا الفروج lateral view لان من غير الفروج lateral view انت مش هتعرف تشخص mild cases of slipped capital femoral epiphysis. طيب نمشي كده على الساينس ونشوف ايه الساينس اللي ممكن تظهر في الاكس-ray واحدة واحدة ونشرحها. اول حاجة هتلاقي فيه widened irregular physis. الفايسز بقى وايدن يعني في بور اوسيفيكيشن ما بيحصلش اوسيفيكيشن المفروض الفايسز ده فيري نارو. تخيل انت بدل ما هو يبقى فيري نارو والاريجولاريتيز بتاعته مثبتاه على النك بقى وايد كانك حطيت سفنج في الفايسز فبقى سهل انه يتحرك وسهل انه يسليب لان بقى كارتج مش معشق. الاريجولاريتيز اللي في الفايسز المفروض تبقى معشقة في الإيرجولاريتيز بتاعت النك مع الإبافيسيس. لما تبعد ده كده عن بعض بكارتليج يبقى سهل إنه إيه يتحرك. فممكن نلاقي widened physial bleed. لو بصينا في الأنتروبوستيريور فيو في لاينز مهمة جدا عارفينها كلكم اسما اللي هي كلاينز لاين. إيه هي كلاينز لاين دي؟ It's line في الأنتروبوستيريور فيو along the superior aspect border of the neck. يعني سمو كده اهو along the superior border of the neck. المفروض ده should cross the epiphysis. Should cross the epiphysis. لو رسمناه الناحية التانية ايه رأيكم؟ It does not cross the epiphysis. يبقى ده معناه ايه؟ يبقى انا عندي في الرايت سايد في slipping. لكن الليفت سايد في بليز اللي فاتح المايك ومش عامل ان ميوت يعمل ميوت بليز. في حد فتح المايك يا جماعه اعمل ميوت. فاحنا لازم نشوف اللاين ده يبقى كروسنج بارت اوف ذا كابيتال فيمورال ابيفيس. لو لقيته زي الناحيه دي it does not cross any part of the epiphysis يبقى انا اكيد عندي slip capital femoral epiphysis. اهم فيو هي الفروج لاترال اللي انتم شايفينها دي لان احيانا very mild cases ما تبانش. حتى الحاله اللي فاتت دي انت ممكن تتلخبط وتقول بالنظر كده لو ما عندكش اكسبيرينس تقول لا ده ما لو عملنا له الاكس راي ان فروج لاترال على طول عينيك هتلقط ان في سليبنج وسليبنج جامد كمان مش سليبنج قليل. لكن فعشان كده مفيش حاجه اسمها ابدا انك تعمل اكس راي لاي باثولوجي متوقع في الهيب في انتروبوستيريور فيو بس نيفر ايفر. طيب في الفروج لاترال هنعمل ايه؟ هنقيس حاجه اسمها ساوث ويك انجل. دي الانجل اللي على اساسها بن كلاسيفاي ذا ديجري اوف سليبنج اوف ذا كابيتال فيمورال ابس. الساوث ويك انجل دي بنرسمها ازاي؟ اول حاجه بنرسم لاين فروم ذا انتيرور تو بوستيرور ايدج اوف ذا كريسنت اوف ذا فايس. يعني الفايس لو عامل كريسنت كده هاجي انا من عند الانتيريور ايدج للبوستيريور ايدج وده بقى يبقى اول ايه لاين. هذا اللاين يمثل الفايس. وبعد كده هرسم واحد تاني اللي هو بيربنديكولر
عليه وواحد بارلل تو دي شافت مش بارلل تو دي نيك اللي هو اللاين ده الازرق ده الاخضر الاصفر قصدي اللاين الاصفر ده بيبقى بارلل تو دي شافت مش بارلل تو دي نيك زي الناحيه دي بارلل تو ذا شافت خلاص المفروض المفروض يبقى في هنا اراوند بيربنديكولار انجل ما تزيدش ابدا عن 15 درجه عشان يستاهلوا يتاخروا يا جماعه يا جماعه المايكات بليز اللي اتاخر مش هيقدر يدخل لان طبعا 10 بالظبط عموما ما تقلقوش ان شاء الله فاحنا دلوقتي بنرسم اللاين ده along the epiphysis وواحد تاني along the shaft of the femur مش النيك of the femur المفروض الاقي ده تقريبا 90 degree واذا لقيت الانجل دي قليله شويه ما تزيدش عن decrease عن 15 درجه كنوع من انواع الاكسبتبل ريتروفيرشن طب الناحيه دي ايه الاخبار لو رسمت perpendicular line على الفايزيال لاين وشفت الانجل ما بينه وما بين اللاين الاصفر اللي هو along the shaft of the femur كده هقدر اقول this is the slip angle this is the slip angle اوكي okay. يبقى تاني بنرسم line from the anterior to posterior aspect of the crescent of the physis ولاين تاني الاصفر along the shaft of the femur وبعمل perpendicular من الفايزيال line واشوف الانجل المفروض يبقوا the same line لكن لما الاقي الانجل هنا اكتر يمكن من 10 15 اقدر اقول اه والله ده انا هنا عندي ايه slipping this is the south wick angle طيب نبص على الاكس راي دي وتقولوا لي رايكم فيها العيان ده anteroposterior view رسمنا ال Klein's line بس الناحيه دي it cross a large piece of the epiphysis لكن هنا smaller piece بس it's crossing طب هل اقدر اقول على ده sleeping؟ اه لما تلاقي في ناحيه ال crossing of the Klein's line اقل من الناحيه الثانيه يبقى الناحيه دي فيها slipped capital epiphysis وده منظر الاكس راي الفروج lateral هتتشخص على طول انها slipped capital femoral epiphysis شوف هنا اللاين ده الفايزيال لاين واللونج والشافت لاين وهنا الشافت لاين والبربنديكولار عليهم الفايس يشوف في انجل محترم قوي حوالي 30 درجه يعني احنا عندنا هنا مايلد سليب هي دي نفسها الاكس راي دي الانتروبستيريور فيو يا جماعه اللي احنا ممكن نرسم كلاين لاين ونقول والله طب ما هو كروسنج الابيفسيس يبقى ما فيش سليبنج لا كومبير بالناحيه الثانيه يبقى في سليبنج في ساينز ثانيه في الانتروبستيريور فيو اللي هي ايه؟ reduced height of the epiphysis reduced height of the epiphysis لما الابيفسيس بيتزحلق لورا فبيجي ال thinner anterior part هو اللي يبقى superior فال thinner anterior part ده لما يبقى superior لما تبص على الاكس راي تلاقي ال height of the epiphysis في الناحيه اللي فيها slipping اقل من الناحيه اللي ما فيهاش slipping طيب لما الابيفسيس ده رجع لورا كده اوكي رجع للبوستيريور كده بقى في حاجه اسمها ميتافيزيال بلانش ساين شايفين هنا على الناحية اليمين دي بص عليها هتلاقي فيه هنا increase density ال increase density دي جاية منين اللي أنا بشاور عليها بالماوس دي ال increase density دي جاية منين بص المنظر الجزء ده الجزء ده اللي هو slipped posterior لما أنا بصور anterior posterior view بيحصل overlap من ال epiphysis عنك اللي هي الجزء ده فيبان لي الجزء المدور ده اللي هو increased density في النك دي بنسميها ميتافيزيال الاكسبلانيشن بتاع ميتافيزيال بلانش ساين جنرالي وده هتكلم عليه بالتفصيل في المحاضره الثانيه الكلاسيفيكيشن يا اما كرونولوجيكال يا اما راديولوجيكال يا اما كلينيكال و نعمل اكس راي ولا سي تي الحقيقه السي تي مهمه جدا لان احيانا كتير قوي because of the limited range of motion في العيانين دول ما بنقدرش نحصل على exact anteroposterior او frog lateral view فبالتالي ما اقدرش اقيس angles احيانا في اكس راي فلازم اعمل سي تي وخصوصا السي تي 3 دي ودي هنجي لها بعد شويه. طيب الناتشرال هيستوري احنا الكلام اللي فات ده classification
والكلام ده لسه محاضرة، أنا بدي overview بس عشان تبقى عارف الدنيا ماشية إزاي وما تتوهش مني لما ندخل في أجزاء بالتفصيل. A natural history long term out، يعني إحنا لو جينا سليبت كابيتال سبناه ما عملنالوش حاجة، طب هنتهي بإيه؟ ما هو لازم نعرف هنتهي بإيه عشان نعرف يستحق علاج ولا لأ. زي كده الكورونا، هل محتاج الكلام ده ولا لأ اللي إحنا بنعمله؟ لازم نعرف بينتهي بإيه لو عملنا وننتهي إيه لو ما عملناش، ولو في فرق حقيقي يبقى نعمل، مفيش فرق حقيقي يبقى ما نعملش. فاللونج تيرم اوت كم از ريليتد تو سليب سيفيريتي اند كومبليكيشن اوف تريتمنت، يعني البارامترز اللي بتحدد العيان ده هيبقى بور بروجنوزس ولا جود بروجنوزس هي السيفيريتي اوف ذا سليبنج، واحيانا الانترفنشنز هي اللي تبقى سبب في المشاكل كلها وهي اللي تبقى ايتروجينيكالي انتروديوسد كومبليكيشن. في سيفير ديفورميتي والاوستيونيكروزيس والانستابل سليبت كابيتال فريم بيبقى ليهم لونج تيرم بور اوتكم، لكن المايلد والمودريت الحقيقه البروجنوز بتاعهم احسن بكتير، حتى الكريتيف كومبليكيشن اوف تريتمنت اقل بكتير من السيفير كيسز. الريسنت ايفيدنس بتقول ايه بقى؟ بتقول ان اي ديجري من السليبنج حتى المايلد فورم بيأثر على اللونج تيرم فانكشن اوف ذا هيب جوينت وبتؤدي الى انكريز انسيدنس اوف اوستيوارثرايتس من 10 من 15% ل 25% ايفن ان مايلد كيسز. الاستاديز دي يا جماعه لما طلعت ما طلعتش كده فولو اب سنتين وثلاثه ونبقى فرحانين بالعلاج بتاعنا ده زي الفل، احنا عملنا بينج حتى حالات سيفير والعيان ماشي زي الفل. لا، الناس دي عملت الاستادي ديز بعد متابعه للعيانين دول على مدى 25 و30، وفي ناس عامله 35 سنه فولو اب في النرويج وفي السويد. فالكلام ده مش اول ما الواحد يعمل كام حاله والدنيا هايله كده، يا ده الدنيا بيس والدنيا لطيفه وهي مسمار وفلس والدنيا خلصت. لا، حتى في المايلد كيسز في انكريز انسنس اوف اي في ان. الكلام اللي بقوله ده لان ليه امبليكيشن في التريتمنت لازم هنفهمها في المحاضرات الجايه. السليبت كابيتال فيمورال ايبافيسس ممكن يحصل له اي في ان، بس الاي في ان اكتر ريليتد للاستابيليتي، يعني كل ما كان انستابل سليب كل ما يحصل فيه AVN أكتر، كل ما كان stable sleep ما يحصلش فيه AVN أكتر. ال sleep epiphysis ده ممكن نسميه the severest form of CAM femoral stapler impingement، لأن فيه هنا CAM effect femoral part femoral component، فدي بتعمل impingement along the labrum وتبوظ الليبرم وتعمل لي إيه osteoarthritis. ايه الايم اوف تريتمنت؟ الكلام ده لسه هنتكلم بقى تفاصيل، احنا بقول انا دلوقتي في انترودكشن بس عشان نبقى اورينتد. ذا جول اوف تريتمنت، ايه الجول اوف تريتمنت؟ ايه الايم؟ السليبنج ده از بروجريسيف، يعني انت لو شفت عيان النهارده مايد بكره هتلاقيه مودريت شويه وهتلاقيه سيفير، يبقى انا عايز اعمل ايه؟ ذا ارست ذا بروجريشن، كل ما لقطته مايلد اروح مثبته عشان امنع ان يحصل ايه سليبنج، يبقى arrest of sleep the aim of treat the goal of treat is to arrest sleep progression، انه يزيد انه يتطور. والحل التاني لو تطور وزاد ولو سبته كده هيعمل لي osteoarthritis، يبقى لازم restore the normal proximal femoral anatomy، يبقى الدنيا سهله جدا. the aim of treatment to arrest the sleep و restore normal proximal femoral anatomy. وال restoration of the proximal femoral anatomy عشان احسن الرينج واقلل الامبانجمنت، عشان كده هروح مقلل على طول الاوستيوارثرايتس، بس بشرط ان انا احاول اعمل ال restoration of the proximal femoral anatomy without inducing AVN. مش هعمل العيان رجعت له الفيمر اكس راي الله حلو قوي في الاشعه دكتور تسلم ايديك بس العيان طلع عنده اي في ان، يا جماعه ما ينفعش. ارض تريتمنت هيختلف سليب ستيبل ولا ان ستيبل، وده هنجيله بالتفصيل. لكن الستيبل
احنا يهمنا نعمل بيننج عشان نمنع ايه progression of the slip و realignment عشان ارجع ايه الorientation. وممكن في الحالات السيفير عشان ارستور الفيمورال بروكسيمال اناتومي هضطر اعمل ريدكشن مع ايه ستابيلايزيشن. لكن الانستابل سليب الهدف ده urgent surgery عاملة زي الفيمورال نيك فراكتشر. واحد عنده فيمورال نيك فراكتشر هل بتعتبرها cold surgery تقول له تعالى الاسبوع الجاي نعمل لك عملية؟ No, it is urgent surgery. خلاص. وما تحاولش تعمل aggressive manipulation ولازم نثبت الابافيسز ولازم نعمل دي كومبريشن اوف ايه كبسول وهنتكلم عن ده. اوكي مش هزود في الانترودكت بس هناخد حاجه جدا اللي هي الستيبل سليب. لو مايلد بنحتاج بيننج بس لو مودريت هنعمل بيننج ونعالج الكام امبانجمنت ولو سيفير هنعمل ريدكشن باي موديفايد بانز. احفظ السكيما دي والالجوريثم ده. الانستابل زي ما اتفقنا urgent reduction fixation decompression of the joint and operation. كده خلصنا الجزء الاول. هنطلق دلوقتي ونتكلم على الكلاسيفيكيشن. كده هنبدا ندخل بقى ايه في العمق. كلكم شايفين كده؟ هنتكلم دي انا مستعد اخد اي اسئله من على الجزء اللي فات لو الدكتور محمد فاضل اللي يحب يسال او في ناس مجمعه اسئله او حاطه اسئله على الجزء اللي فات. مفيش. طيب classification هنتكلم على chronological. قلنا في ثلاثة classification chronological و stability و degree of slipping. والباثوميكانيكس هنتكلم على الميكانيكال dysfunction وميكانيكال initiation and progression والfemoral stabler impingement و slip to capital femoral epiphysis related instability. تعالى بقى ايه classifications. ما تقوليش لما حد يسألك classification عندنا لودر وعندنا acute وchronic وبتاع. لا مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها clinical classification stability as explained by لودر. لودر قال عيان ما بيقدرش يدوس على رجليه ويمشي عليها خالص حتى بكراتشز يبقى unstable. عيان قادر يمشي على رجليه حتى بكراتشز يبقى ايه stable. ده الكلينيكال. وعندنا radiological mild moderate severe according لايه للساس انجل اللي شرحناه. لو الديجري 0 ل 30 تبقى mild من 30 ل 50 تبقى moderate اكتر من 60 ل 90 تبقى ايه severe. هنجي لها دلوقتي. وفي chronological based على الهيستوري التايم. عيان ده ممكن يبقى جاي لك بنسميه pre-slip ممكن acute وممكن كرونيك وممكن acute on top of ايه كرونيك. طب نبدا باول واحد ده لان ده اشهر واحد acute وكرونيك وacute on top of كرونيك وقبليهم بريسلاب. ما فيش علاقه ما بين كلمه acute والاستابيليتي. يعني الاكيوتنس ما تساويش ستيبل ولا انستابل. مش معنى انه acute ووجعه من امبارح مش قادر بتاع ان هو ده يبقى stable أو unstable. No, instability related to the ability to bear weight. عيان وقع امبارح فتح رجليه امبارح مش قادر يدوس على رجليه الوقت خالص ولا يمشي عليها ولا بتاع ولا أي حاجة يبقى ده هقول عليه unstable. ده clinical. لكن عيان نفس الوقع امبارح بس قادر جاي يمشي عليها يبقى هو acute بس stable. بالديفينيشن بتاع كده. فالاكيوت له علاقه بالاستابيليتي. طب ايه هي الكلام ده؟ ايه هو القصه دي؟ يجي لك عيان يقول لك
انا عندي وجع، كنت بلعب كوره او بلعب تايكوندو او حاجه وفتح رجليه، عنده وجع في الهيب ريجون ومسمع في الني، او عنده وجع في الني، تاكزامن الهيب في شويه بين ان فول انترنال روتيشن، لكن ما عندوش اي ليميتيشن ولا اكسترنال روتيشن ديفورميتي ولا شورتنج ولا حاجه خالص خالص. العيان ده ممكن يبقى عنده بس في الاكس راي وايدنت فايزيال بليت، ودول بيبقوا غالبا فيتامين دي ديفيشنت، عشان كده الفايسز ايه وايدنت. عشان كده مهم قوي في السليب كابيتال فيمورال ايبيفيسز ان احنا دايما نتست فور فيتامين دي والميتابوليك ايرور اللي ممكن تبقى ايه موجوده. طيب العيان ده ممكن هو او عيان ما عندوش اي هيستوري بيلعب، فتح رجليه النهارده او هو ماشي فجاه حس بطاقه، حس باي حاجه بين غريب جدا، وجع جامد قوي، قدر يتحمل على نفسه يطلع سلم، ده اكيوت يعني within days ده اكيوت. وجاي لك النهارده بيقول لك انا من 3 4 ايام من اسبوع حصل لي كده، ده يعتبر ايه اكيوت. عيان تاني جاي لك ببين في الني وليمبنج، وقد يكون معاه شورتنينج، وقد ما يكون معاه اكستندر روتيشن ديفورميتي، وبقالنا على كده دكتور 3 شهور و4 شهور، ورحنا للدكتور عمل لنا ام ار اي على الني وقال ده لا ده عنده غضروف ومحتاج منظار في الركبه. تفحص العيان عنده شورتنينج وعنده ليميتد انترنال روتيشن واكستندر روتيشن ديفورميتي، تعمل اكس راي تلاقي سليبنج. هتلاقي بقى هنا ايه ساينس اوف كرونيستي، تلاقي فيه راوندنس bone formation posterior، لكن في الأكيوت incidence مش هتلاقي في signs of remodeling موجودة في النك، مش هتلاقي، هتلاقي أكيوت، أو ممكن تلاقي signs بس كمان الإبيبسس متحرك زيادة عن الساينس دي، ده اللي هنسميه أكيوت top of crawling. لو عيان بقى بيشتكي بقاله زمن 3-4 شهور سنة whatever، وفجأة عنده وجع جامد قوي نتيجه انه وقع او اتخبط وتعبان جدا جدا، تعمل الاكس راي تلاقي ساينس اوف ريموديلنج والدنيا باين عليها انها اولد، بس الابيبس متحرك شويه زياده عن الليميتس بتاعه الريموديلنج، يبقى ده هنقول عليه اكيوت اون توب اوف كرونيك. يبقى بري سليب اكيوت، كرونيك اكيوت اون توب اوف كرونيك. طيب راديولوجيكال بقى، ممكن الديجري اوف ديسبليسمنت لو ما فيش displacement خالص او من 0 للتلت the width of the epiphysis هسميها grade 1، لو من التلت للنص هسميها grade 2، ولو اكتر من النص هسميها grade 3. بس الحقيقة اللي بتستعمل اكتر هي اللي في الفروج lateral view اللي هي south weak angle اللي احنا شرحناها، واللي قلنا normally normally لو انا رسمت line along the shaft والphysial line ورسمت perpendicular على فايزيال لاين، هلاقي زاويه هنا ما تزيدش عن 12 ل 15 بالكتير قوي، والافضل تعتبرها 12. لكن لو اكتر من كده يبقى انا عندي ايه posterior slipping of the capital femoral epiphysis. لو الانجل الساوثويك انجل اقل من 30 يعني من 12 ل 30 يبقى مايل، 30 ل 60 مودريت، اكتر من 60 هتبقى سيفير. العيان السيفير ده صعب انك تعمل فيه فروج لاترال فيو، عشان كده قلنا ان احنا يفضل ان احنا لازم نعمل ايه سي تي في الحالات اللي ايه السيفير. طيب نعمل اكس راي بس ولا اكس راي مع سي تي؟ ايه رايك في المنظر ده؟ ده اللي احنا بنقوله، انت هنا قادر تحصل على فروج لاترال فيو كويسه في الناحيه السليمه، لكن الناحيه دي انت مش ممكن هتعرف تحصل على فروج لاترال فيو، فبيبقى صعب قوي انك تقيس، وان كان ظاهريا تقدر تقول على طول على الحاله دي انها ايه سيفير. السي تي بقى هتبين لنا ايه؟ السي تي حاجه حلوه قوي، يمكن هي حاجه مش مكتوبه بس انا بحب اقولها، اللي هي هل الابيفسيس ده بينابل اور نوت. يعني ايه بينابل؟ يعني اقدر احط فيه بن واثبته انسايتو ولا لا. تخيل انت الابيفسس ده اللي هو اللي فات، يعني انت لو بصيت على الاشعه اللي فاتت دي، طب احنا ممكن نعمل له بيننج انسايتو. والله ممكن ماشي، لكن تعالى بص على الاكس راي دي السي تي،
هل تقدر تعمل له بيننج انسايت وبتدخل بالبن بيربنديكولار على الفايسز او الابافيسس؟ انت كده هتدخل من هنا من ذا انتيرور اسبيكت اوف ذا نيك، من الجزء اللي هو اوستيوبينيك، عمرك ما هتعرف تثبت. ده انت هتدخل في الفيمورال ارتري او الفيمورال نيرف عشان تجيب ايه الهيب. فطبعا او هنا بص السي تي دي الاكزيال كات دي، لو انت دخلت لازم تدخل كده زي ما الماوس بتاعي بيشاور، معنى كده مستحيل مستحيل انك تعمل بيننج للابافيسس ده. عشان كده السي تي مفيده جدا. الام ار اي، الام ار اي من الحاجات المهمه عشان تعرف في اي في ان ولا لا، وان كان احيانا في الاكيوت سيتويشن او الانستابل سيتويشن العيان ده urgent فلازم يتعمل بسرعة، ومش المفروض انك تستنى الـ MRI. كده خلصنا الـ chronological classification والـ clinical والـ degree of sleeping radiological. بقلنا بقى الـ clinical classification. لودر ده لما طلع الـ stability concept كان ليه وجهة نظر مهمة جدا، لأنه درس العيانين دول. فقال لك العيان الـ unstable according to his definition بالـ instability اللي هو العيان مش قادر يدوس على رجليه خالص حتى بكراتشز، بيبقى عندهم 47% instance of AVN، يعني تقريبا نصهم عندهم AVN. ودي أهمية إنك تشخص العيان clinically stable ولا unstable. لكن الـ stable تقريبا مفهومش instance of AVN. هي الفكرة بقى، هل الديفينيشن ده صحيح؟ هل الترم بتاع الانستابيليتي ان العيان مش قادر يمشي على رجليه او يعمل بيت بيرنج خالص حتى بكراتشز ده سبيسيفيك بريسايز ديفينيشن اوف انستابيليتي؟ الحقيقه لا، لان كتير قوي لما بنعمل دانز ماشي بنكتشف حاجه مهمه قوي. عيان جاي وماشي على رجليه وكل حاجه، ومجرد ما تزق الابافيسس كده باي اله لقيت زحلق، يبقى العيان ده انستابل والبريوستيوم انتيريوري مقطوع. لكن عيان تاني مش قادر يدوس على رجليه خالص والدنيا تعبانه معاه جدا، ومع كده تقلب الابافيسس بصعوبه شديده جدا. معنى كده ان الاستابيليتي مش مجرد انها could be explained by the inability to bear weight. عشان كده لقوا في publication مهمة جدا ان the clinical stability of stable capital femoral epiphysis does not correlate with the intraoperative instability. ودي اي stability قصدي، ودي proved بعد ما بدأ الناس يعملوا كتير حالات دانز، ولقوا ان كلمة stable و unstable by loader السنسيفيتي بتاعتها قليلة قوي 39% والسبيسيفيستي 76%، مش سبيسيفيك. يعني ممكن عيان يجي لك مش قادر يمشي فعلا بس ما عندوش اي في، ما عندوش انستابيليتي في تقريبا حوالي 25% من الحالات. عشان كده بدأوا يقولوا امتى نقول ده ستيبل وامتى نقول انستابل. خلاص، هو كلمه ستيبل يعني ايه؟ يعني في اكيوت تير، يعني في انفلاميشن في الجوينت، يبقى العيان ده لازم يبقى عنده جوينت افيوجن. يبقى العيان ده ممكن يبقى لو عملنا ام ار اي نلاقي افيوجن، لو عملنا سونار نلاقي افيوجن. لو انت بتصور العيان اندر ايمج انتنسيفاير في اوضه العمليات، واول ما عملت شويه انترنال روتيشن لقيت الابسس رجع او بيرجع او الالاين بتاعه بيتحسن، يبقى العيان ده انستابل. لو اختبرنا او خدنا موضوع الانابيليتي تو بير ويت ومع الجوينت افيوجن، ده بيبقى سنسيتيف ل 100% من الحالات اللي هي انستابل. عشان كده مهم قوي انك تكتشف في افيوجن في الجوينت ولا لا. افيوجن بيدل على سم ايلمنتس اوف انستابيليتي، انابيليتي تو بير ويت بتدل على سم ايلمنتس اوف انستابيليتي، reducible epiphysis indicative of instability. بتاخد ده كله على بعضه عشان تقرب لك الصورة، العين ده unstable ولا ايه ولا stable. عشان كده عمرك ما تقدر تحلف clinically في العيادة او كده على عيان طالما الفايسس is open and unstable stable. لازم تحط concept of presence of instability حتى لو العيان قادر يمشي على رجليه، حتى لو العيان ما عندوش effusion. ممكن تدخل اوضه العمليات تلاقي سهله قوي انك تقلب الابافيسس والعيان ده unstable. عشان كده
دلوقتي التيرن اوف انستابيليتي بقى كومبينيشن اوف دايجنوستيك كرايتيريا كلينيكال والتراسونوجرافي اند ام ار اي اند كلينيكال تيستينج كمان اندر ايمج انتنسيفاي. طيب في المحاضره الانترودكشن قلنا بيحصل اوستيوارثرايتس، فعايزين نعرف هي الاوستيوارثرايتس دي بتحصل ازاي ونفهمها، عشان عمرنا ما هنفهمها من غير ما نفهم الباثوميكانكس. ومهم قوي نفهم الباثوميكانكس، لان احيانا التريتمنت بتاعنا، وافتكروا الكلمه دي كويس، هيعمل نفس الباثوميكانيكال افكت اوف ذا ناتشرال هيستوري اوف سليب كابيتال فيمورال ايبس. ففي الحاله دي نتحاشى ان احنا نعمل كده، والا مش هيبقى لينا فايده يعني. طيب بصوا ايه اللي بيحصل، بصوا ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل هو ان مع السليبنج بيحصل upward migration of of the neck over the femoral abyss. بيجي يعني ال greater trochanter بقى upward migrating. لما ال greater trochanter يطلع فوق يبقى ال height ولما الابدكتور ما تبقاش تنس تبقى لاكس، هتبقى inefficient. اضف الى ذلك لما نقول في شويه كوكسافارا هنا بيحصل upward migration بيحصل shortening of the lever arm of the abductor. فالابدكتور لما shortening للليفر arm من تعمل ايه؟ اوكي كده سامعني؟ واضح ان حصل مشكله فمعلش. فاللي بيحصل لما يحصل upward migration او كوكسافارا الليفر arm of the abductor يقل، فعشان الابدكتور to compensate for this decrease liver arm وتدي نفس المومنت تضطر انها تزود الفورس، لان احنا متفقين ان المومنت تساوي force by liver arm. فلما تزيد الفورس هنا مع الفورس of the body weight اللي يحصل increase joint reaction force. ولما يحصل increase joint reaction force يعني كده هيحصل early wear of the joint، يعني هيحصل لي osteoarthritis. يبقى المال alignment والشكل اللي هيتلخبط بتاع البروكسيمال فيمر لوحده من غير اي كام effect من غير اي حاجة هيتسبب لي على طول في slipped capital femoral epiphysis، او سوري هيتسبب لي في increase joint reaction force ويعمل لي ايه؟ osteoarthritis. طيب في حاجة فيها مشكلة. اوكي طيب في فاكتور تاني مهم جدا بيساعد على السليبنج اللي هو ايه؟ حاجة اسمها posterior slope angle اللي هي Southwick angle. لقوا حاجة مهمة جدا، لقوا ان لو الساوثويك انجل اللي هي اسمها البوستيريور سلوب انجل زادت عن 15 خلاص بيحصل early and rapid slipping of the epiphysis with minimum force. يعني في بايوميكانيكال ستادي لطيفه جدا اتعملت، the energy to failure بتنقص بنسبه النص لكل 5 درجات زياده عن posterior slip angle 15. خلاص يعني كل 5 درجات من 15 بقت 20 بحتاج نص الفورس عشان اعمل سليبنج، ومن 20 ل 25 تبقى نص تاني، تخيل تقل النص، ومن 25 ل 30 تقل النص، وتقريبا مش محتاج اي فورس عشان تعمل سليبنج لو البوستيريور سلوب انجل او ساوث ويكس انجل بقت ازيد من ال 50. عشان كده الكي بوينت في السليبنج هي 15، وده الانديكيشن ان انا لو عندي بوستيريور سلوب انجل في عيان 15 او اكتر اثبته الكونترا ساترد سايد ده اللي فيه 15 او اكتر. اوكي ودي هنقولها. يبقى احنا قلنا كده في فيمورال اناتومي هيزود لي الجوينت رياكشن فورس وهيعمل لي مور سليبنج، وعندي كل ما زاد السليبنج كل ما الفورسز نيدد تو برودوس سليبنج اند تو بروجريس ذا سليبنج بتقل جامد جدا. عندنا كمان
اوعى تفتكر ان السكيفي هي مشكله بروكسيمال فيمر بس، لا دي ممكن وكتير قوي فيها كمان مشكله في الاسيتابلم، واحيانا يبقى الجيومتري والاورينتيشن اوف دي اسيتابلم ذا فاكتور فور دي برودكشن اند بروجريشن اوف دي سليب كابيتال فيمورال ابيفس. كانوا بيقف في الاول بيقولوا او بيتخيلوا ان في اوفر كفرج اوف ذا هيد، الاسيتابلم ديبر ذان نورمال، لكن الموضوع ده لقوا ان مش هو ده الصح، لقوا ان في اغلب الحالات ريتروفيرشن اوف ذا استابلم. الفيرش الاستابلم على فكره المفروض انه انتي فيرتد حوالي 15 درجه، زي ما الفيمورال نيك انتي فيرتد برضه 15 درجه. في الحالات اللي فيها سليبنج بيبقى فيها اوفر كفرج انتيرور، مش عشان في انكريس ديبث اوف ذا استابلم، عشان في ريتروفيرشن اوف ذا استابلم. اوكي، وهي دي السيركل اللي تعمل لي ازاي السليبنج هيبدا وازاي هيبروجريس. خلاص لازم نبقى فاهمين البدايه بتبدا بويك ابيفيسس، فيتامين دي ديفيشنسي بقى، هرمونال ديستربنسز، وات ايفر، بس في ايه وايدند ابيفيسس، ويك ابيفيسس، ويك فايسس، ماشي، وايدند فايسس مش ابيفيس، مع انكريز لودنج. عشان كده بيبقى اغلب الاطفال دول ايه اوبيس. خلاص، والأوبيس برضو عندهم high risk of vitamin D deficiency، يبقى عندهم ايه widened physis، كلها حاجات بتلم على بعضها. يبقى الأوبيزيتي بتزود اللودينج على weak physis، تعمل لي increase share، تعمل لي ايه slip. طيب ايه اللي يخلي slipping ده يزيد؟ الريتروفيرشن اللي بيحصل والانكريس shear force اللي قلناها مع slipping ده، وإن كل ما حصل slipping كل ما الـ forces needed to shear the physis which displace the ابيفيسس بتقل، كلها بتدخل في vicious circle. طب الـ shear force دي بتزيد أكتر لو في retroversion ولا لأ؟ هتزيد لو في retroversion of the femur and the acetabulum، ولو الـ acetabulum الواحد. عشان كده الـ retroversion of the acetabulum مهم جدا في الـ introduction وكمان في الـ progression of the disease. ولما يحصل ريتروفيرشن وفيمورال استابلم يحصل ايه؟ ايه اللي يحصل؟ ويحصل كوكسافارا، تزيد الجوينت رياكشن فورس فتزود اللود، ماشي، والانكريز لود دي تخلي العيان يحصل له ليمبنج، والليمبنج يعمل اكسسيف ايه تروما، تزود لي الشير، وفيشس سيركل فيشس سيركل، تزود لي على طول ايه السليبنج ديجري وال السيفيريتي اوف ذا سكيفي. الحقيقه لما حد يسالك يقول لك هو ايه انواع بقى ال femoral استابلر امبانجمنت في سليب كابيتال femoral ابيفيسس، على طول انت هتقول في كام. ليه كام؟ عشان في سليبنج اوف ذا فيمر وبقى في بام، بس لازم تفتكر ان في كمان ريتروفيرشن اوف ذا استابلر، بيبقى في بنسر. اوكي، وكمان في انستابيليتي، ماشي، انستابيليتي ما دي انواع من structural dysfunction. اوكي، الانستابيليتي دي جايه منين؟ نتيجه ان في تروما، او في نوع تاني من الانستابيليتي هنتكلم عليه. يبقى السكيفي هو ذا موست اكستريم اكزامبل اوف كام. شوف prominent very prominent bump of the femoral neck، فعامله كام افكت. وعشان اودي الكام دي لازم اعمل هنا ايه نيك اوستيو بلاستي، وانحت النيك دي واشيل الكام ده عشان امنع الامبنجمنت وامنع التير او الدامج اوف ذا ليبرام، وامنع ان يجي العيان اوستيوارثرايتس. لقوا انه البامب دي اللي موجوده قدام هي ذا موست سيجنيفيكانت فاكتور بريدكتنج لونج تيرم اوستيوارثرايتس اوتكم، واللي بتتقاس بالالفا انجل. ايه هي الالفا انجل دي؟ في الفروج فيو بترسم لاين along the neck، وترسم دايره along the head. شوف النقطة اللي الدايرة دي بتقطع فيها النك، هتقطعها فين؟
وهي دي الالفا انجل، المفروض انها ما تزيدش عن 55. طيب لو لقيناها زي كده، شوف في بامب هنا، فالدايرة دي قطعت الهيد فين؟ هنا. فبقت الالفا انجل ايه؟ 90. 90 دي عالية جدا، يبقى the most predictable parameter for development of osteoarthritis في السكيفي هو الالفا انجل. عشان كده لا نستهين ابدا بالكام، وده من احد الاهم حاجات اللي فيها structural abnormality. طب البنسر، البنسر ايه مشكلة البنسر؟ البنسر هو related to the presence of retroversion of the femur and acetabulum. خلاص، وطبعا تخيل انت لما يبقى عندك كام وكمان الاستابلم retroverted، فاذا حتى يعني كان في فرصة ان الكام ده ما يخبطش في الاستابلم، مع retroversion هيخبط فيه. والمهم انك تلقط القصة دي. زي ما قلنا وجود الكام ده حتى في المايل ديجري يسبب ان جزء من البون هنا بيدخل جوه الارتيكولار سيرفيس ويدمج ذا ارتيكولار سيرفيس. عشان كده ايفن في المايلد كيسز الاوستيوارثرايتس موجوده في حوالي 15 ل 25% من الحالات. جزء من الاوستيوارثرايتس دي مش بس كده، ده احنا زي ما شرحناها هنا الكوكسافارا اللي هتحصل هتقلل لي الليفر ارم بتاع الابداكتور، هتزود الفورسز برودوسد باي ذا ابداكتور، هتزود لي الجوينت رياكشن فورس، كل دي مجتمعه مع البنسر مع الكام هتعمل لي على طول ايه؟ اوستيو ارثرايتس، هتزودني الجوينت رياكشن فورس بالاضافه الى the damage of the labrum. في نوع من الهيب انستابيليتي بقى ده الحقيقه يعني موجود في السيفير كيسز، عباره عن ايه؟ دي حاجه ادفانسد شويه. ده عيان عنده very severe slipped capital femoral epiphysis. لو بصينا كويس على الاستابلم، بص هتلاقي الاستابلم مش concavity واحدة زي الناحية دي، two concavities. هرجعها تاني، بص شايف فيه concavity كده و concavity كده تاني. ده حصل نتيجة ايه؟ حصل deformity of the استابلم نتيجة long standing severe slipped capital femoral epiphysis. والعيان ده بعد ما نعمل له دانز وبتاعه ونحطه تلاقيه بيدسلوكيت unstable. والحقيقه الحاله دي ملهاش علاج الا يمكن كاستنج، انك تحطه في سبايك، وبيبقى سيتويشن وحش قوي، عيان تخين وتقيل وانك تحطه في سبايك ده قصه وهميه جدا. يبقى الايتروجينيك انستابيليتي دي ممكن تبقى نتيجه سيفير سليبت كابيتال فاميلي ابافيسس، وبنكتشفها في الدان بروسيجرز، وبيسموه دبل بابل استابيلا. يبقى من المسج اللي احنا قلناها دي، عشان نشخص العيان صح ونعرف العيان الجريد بتاعته ايه وهو ستيبل او انستيبل والسيفيريتي قد ايه وهو جاي لي باكيوت سيتويشن ولا مش اكيوت، كل ده بنطبخه مع بعض كده عشان نقدر نقول العيان ده ستيبل ولا انستيبل. لو شك جامد في انستيبل ده محتاج عمليه بسرعه، لو ما فيش شك في الانستابيليتي قوي ممكن اعمله بشويش واستنى عليه لحد ما اجهزه، مش هعمله من غير ام ار اي. اني اعرف اسس العيان صح محتاج اعمل سي تي 3 دي ومحتاج اعمل ام ار اي، لاني احيانا السيفيريتي ما تبقاش واضحه وما اقدرش اخد جود اكس راي ان جود بوزيشن في السيفير كيسز، لان بيبقى في ماركت ليميتيشن اوف رينج اوف موشن اوف ذا هيب. الحاجة التانية ان انا لو سبت السليبت كابيتال فاميلي ابيسس ده زي ما هو كده هيعمل لي بور بايوميكانيكال انفايرمنت. بايوميكانيكال انفايرمنت بور ليه؟ لانه عمل لي كوكسافارا، قلل لي الليفر ارم اوف ذا ابداكتور، عمل لي كام امبنجمنت، بنسر امبنجمنت، كومبايند امبنجمنت، كل الحاجات دي تزود لي ايه؟ الانسيدنس اوف اوستيوارثرايتس وتقلل لي ذا لونجيفيتي اوف ذا هيب. اوكي؟ ده كده الجزء الثاني. أنا برضو جاهز للأسئلة. دكتور فاضل كان منبه عليا إني أسيب شوية فرصة.
ونشوف الدنيا هتمشي، عشان الناس ممكن اللي عايز يقوم يعمل حاجة او كده. ممكن اي حد يانميوت يا جماعة ويسأل سؤال لو عايز. مفيش. طيب هنيجي للجزء اللي انتوا بتحبوه قوي، في اسئله هي جايه. how to detect the start point of the bend، دي جايين لها. how many threads، كل الاسئله على البيننج جايين لها. لسه في المحاضره دلوقتي او الجزء اللي هنتكلم عليه ده كله عن البيننج. انا عارف ان الجزء ده اللي بتحبوه عشان بنعمله. حد عايز اعيد نقطة؟ الحقيقة هتلاقي الكلام ده موجود في المحاضرة دي متسجلة وموجودة على اليوتيوب، على الشانل بتاعتي دكتور هشام عبد الغني، ممكن تسمعها تاني. اوكي ماشي، هنبدأ البينج. واضح انكم مهتمين بيه جدا. هنتكلم على الـ aim of pinning. زي ما قلنا الـ aim of treatment أصلا to arrest progression و restore the normal anatomy، هو ده اللي أنا عايزه. فأهم حاجة نقدر نأرست بيها الـ progression هو الـ pinning. to pin أثبته بسكرو بواير مش عارف إيه، هنتكلم عليها دلوقتي. طيب لو قلت لك types of pinning ازاي؟ ايه انواع البيننج؟ هتقولي بسكرو وايه تاني؟ لا انا مش عايز التقسيمه دي، بقى لازم نعرف الكلام الجديد. في حاجه اسمها ابيفيزيوديسيس بيننج وفايزيال سبيرنج بيننج، خلاص هنتكلم عنه. بعد كده هنتكلم على البايوميكانكس وفيكسيشن ديفايسز، نحط نمبر اوف سكروز قد ايه، هنحطه ازاي ونديتكت البوينت اوف انتري ازاي، الكومبليكيشن، الريزلتس، الانديكيشنز والاد اونز، الحاجات اللي هنزودها على البيننج نعملها في العيان، وهل وامتى نعمل كونترا لاترال ايه بروفيلاكتيك بيننج. فان شاء الله نغطي كل الاسئله بتاعتكم. الايم اوف ذا بيننج تو ارست سليب بروجريشن، هو زي ما اتفقنا وانس ستارت بروجريشن البايوميكانيكال انفايرمنت اللي موجوده هتزود البروجريشن على طول. وبفكركم تاني، اول ما السليبنج يزيد عن 15 درجه ساوث ويكس زياده عن 15 درجه بتحتاج نص الفورس، لكل خمس درجات بتقل نص الفورس عشان تكمل وتزود الايه السليبنج. طيب زي ما انتم شايفين ممكن نحط سكروز، ممكن نحط وايرز، هنشوف. التايبس اوف انسايتو بيننج زي ما اتفقنا، لو انا سالتك ايه التايبس اوف انسايتو بيننج تقول لي على طول epiphysiodesis type و growth sparing type أو physial sparing type. يعني أنا في نوع هحط بيننج وأنا عايز أثبت الإباف الفايس، مش عايز يجرو تاني، مش عايز يحصل growth تاني، وفي نوع أنا هثبت الفايسس وأمنع البروجريشن بس هسمح بالجروث. بتهيألي دي ممكن اللي ما سمعهاش قبل كده هتبقى جديدة عليه. الإبيفيزيوديسيس بيننج بيمنع ان يحصل تاني سليبنج، خلاص انت ثبت وارستد الجراس، طالما ما فيش فايسز يبقى ما فيش سليب، خلاص ثبت وحصل فيوجن للفايسز يبقى خلاص مش هيحصل سليبنج تاني. لانك حاطط ثريدز اكروس ذا تو سايدز اوف ذا فايسز في الابيفيسز وفي ايه الميتافيسز، فانت لما بتحط ثريدز وتدخل من الميتافيسز للابيفيسز والثريدز دي موجوده كده يبقى احنا ايه؟ خلاص مش هيحصل جروث تاني، يبقى ننسى. طيب ايه رايكم في الحاله دي؟ العيان ده حلو قوي، كان عنده سليبت كابيتال فيمورال ابيفيسيس مايلد، ثبتناه تثبيت ايديال، السكرو بيربنديكولار على الفايسز والسنتر وده في الثريدز محترمه جدا، واقف 5 مليمتر فروم ذا سبكوندرال بون، حاجه هايله.
بعد شويه مع الجراف حصل سليبنج تاني. ايه ده؟ يعني السكرو ده ما ينفعش انه يوقف الجراف؟ لا ما ينفعش انه يوقف الجراف، جراف اقوى. احيانا يبقى too good is too bad، يعني الكونك تدخل مره واحده وتدخل صح وتهيت ديفايسز صح وداخل ببونت مره واحده وحطيت السكرو، انت ما بتعملش انجري للفايسز، وممكن الفايسز ده يحصل له جروث اجين. لكن لو عملت ريبيت الترايلز وخرمت في الفايسز ده كذا مره يعمل فيوجن ويبقى دي نتيجه احسن. وارد. فالعيان ده حصل له سليبنج مع ان احنا مثبتينه بسكرو. خلاص، يبقى انت حتى لما بتعمل سكرو فيكسيشن او ايمنج ات الفيزيوديسيس don't stop follow up the patient until you see complete fusion of the physis. لكن طول ما في physis موجود خلاص، وحتى لو السكرو داخل كده لازم تتابع العيان، لان ممكن فجأة تفاجأ بان العيان حصل ان overgrown the physis وبدأ يحصل ايه slipping again، ودي حقيقة انا شفتها كذا مرة. يبقى الفولو اب بتاع الفيزيوديسيس فيوجن زي الحالة دي كده لازم تتابعه لحد ما يحصل فيوجن. بس واخدين بالكم من هنا حصل ايه مع الفيوجن؟ ودي حطها في بالك دلوقتي وارجع لها تاني. النيك بقت شورتند، النيك بقت شورتند. طيب سؤال، نستعمل فولي فريدد ولا بارشالي فريدد؟ ايه رايكم؟ لازم نستعمل فولي فريدد، ما ينفعش تستعمل بارشالي فريدد. ليه؟ اولا انت عايز فريتس اكروس ديفايسز، انت مش عايز تعمل كومبريشن، انت مش هتعدي كل الثريدد بارت وتعمل كومبريشن، نو، انت عايز ثريدز موجوده اكروس ديفايسز فتحط فولي ثريدد. طب ليه بالذات فولي ثريدد؟ لان البارشالي ثريدد ده ما فيهوش باك كاتنج. يوم ما يعلم بيه لربنا لو عيان قال لك او حصل مشكله في الابيفيسز او وات ايفر وعايزين نشيل السكرو ده، السكرو ده عمره ما هيطلع، عمره ما هيطلع، عذاب الدنيا والاخره عشان تطلع، very difficult، ما بيطلعش. لكن لو انت هنا عندك حاطط فولي ثريدد سكرو خلاص، هو مقلص التراك بتاعه، ان شاء الله بعد 10 سنين هتعرف تطلع، هيطلع معاك. نستعمل مقاس قد ايه؟ 6.5 او 7 ملي is enough. طب في الحالات اللي هي الكرونيك او الستيبل او كده مش محتاج غير انك تحط سكرو واحد. طيب الافكت اوف فايزيال فيوجن، طب ما احنا الناس عايشه طول عمرها بقى لها زمن وسنين مايلد سليبد كابيتال فيمورال، بس مودر تحط يا عم سكرو وعمليه في السريع والدنيا زي الفل. طب عيبه ايه؟ هي ليه الفزلكه على الفاضي ونقعد نقول نسبير الفايسز وما نعملش سبيرنج للفايس؟ ليه؟ لاني لما انا بسيب الفايسز اوبن هيحصل ريموديلنج. ريموديلنج يعني ايه؟ يعني مع الجروث كان الهيد دي بتصلح نفسها والكام يقل خلاص، وتنحت النك تنحت نفسها تاني وترجع الشيب اوف ذا بروكسيمال فيمر تو ذا نورمال خلاص. لكن لو انا عملت فيوجن انا همنع القصه دي، همنع ان يحصل ريموديلنج. طيب الابيفيسس ده لما انا هوقفه، طب ما انا هعمل ليج لينث ديسكريبنسي، يعني هعمل عند العيان ليمبنج وهعمل شورت نيك. طيب القصه دي لو حصلت، لو انا عملت فيوجن في طفل عنده 10 سنين ولسه ولد ولسه هيحصل له جروث لحد 6 سنين والفايسز ده الجروث بتاعه 3 مللي في السنه، خلاص اضرب 3 مللي في السنه في 6 يعني بتتكلم في حوالي سنتي ونص او سنتي و8 مللي. طب ما هو ده شورتنج محترم، هيعمل لي ليج لينث ديسكريبنسي خلاص، وهيقلل لي النك اوفست فيرفع لي الجريتر تروكانتر ويقلل الليفر ارم اوف ذا ابدكتورز، فهيزود لي الجوينت رياكشن فورس عشان الابدكتورز هتشتغل بفورس اعلى. مش ملاحظين حاجه؟ ده هي نفسها نفس الميكانيكال ديستربنسز لو سبت السليبنج. يبقى انا كسبت ايه؟ يبقى لما هعمل فيوجن ده انا كاني عملت نفس
الميكانيكال الباثوميكانيكال انفايرمنت بتاع السليبنج، شورت نيك، ديكريز نيك اوفست، ديكريز ليفر ارم اوف ذا ابداكتورز، عملت شو ليج لينث ديسكريبنسي، خلاص. طب ما هي نفسها كاني سايب السليبنج، فده هيزود لي الانسيدنس اوف اف اوسي ارثرايتس ويقلل لي اللونجيفيتي بتاعه الايه الهيب جوينت ده. فلو بصينا كده، بص على الاكس راي دي الناحيه الشمال، هتلاقي بص النك طويله قد ايه، بص ال الارتيكولر تروكانتريك ديستانس هنا طويله قد ايه، شايف المسافه دي قد ايه. بص بعد لونج تيرم فولو اب، شوف النك شورتند ازاي بعد الابيفيسوديسيس، وبص الارتيكولر تروكانتريك ديستانس قلت ازاي. معنى كده ان الليفر الابداكتورز بقوا نوت ستريتشد، وما دام العضله مش ستريتشد كويس ما بتديش الافيشنسي بتاعتها، وكمان الليفر ارم بتاع الابداكتور هيقل. فانا عملت ميكانيكال سيتويشن شبه ان انا لو سبت العيان ده عنده سليبنج، خلاص. يمكن الفرق الوحيد ان هنا ممكن ما يبقاش فيه كام جامد لو هي مايلد كيس. عشان كده بدا العالم من زمان يفكر ازاي ارست الجراف واسمح سوري ارست السليبنج واسمح بالجراف عشان امنع البور ميكانيكال سيتويشن ده ان يحصل شورتنج اوف ذا نيك ومايجريشن ابورد مايجريشن اوف ذا جريتر تروكانتر والانكريز جوينت رياكشن فورس والكلام ده. كان اول واحد فكر ده هو واحد اسمه هانسون من السويد. عمل ايه؟ عمل هانسون رود. عباره عن ايه الهانسون رود ده؟ بيحط رود طويل كده ويسيبه بروميننت. طب ازاي يمسكه هنا؟ بيدخل جواه واير مخصوص، والواير ده اول ما يزقه يروح متني وداخل جوه الابابس فيعشقه، فما يحصلش ما اعرفش اشيله، ما اعرفش ارجعه، ما اعرفش اخرجه. مع الجروث يبدا الرود ده يتسحب لجوه زي ما انتم شايفين كده، خلاص. يبقى انا عديت الفايسس بحاجه سموث، مفيش ثريتس اكروس ذا فايس. طالما انت معدي الفايسس بحاجه سموث ودخلت مره واحده ماشي، مش قاعد تخرم وفي الاخر حطيت لي حاجه سموث، طب ما انت كل التخريم بتاعك ده انت بوظت الفايسس، هتعمل فيوجن حتى لو حاطط حاجه سموث. لكن انت تحط حاجه سموث مره واحده مهما كان الدايمتر بتاعها 7 مللي 6 مللي مش فارق خالص، مش هيعمل حاجه. والتثبيت ده هيسمح بالجروث لكن هيمنع ايه البروجريشن. يبقى احنا المين ايم اوف تريتمنت اوف ستيت كابيتال فيمينوس ابيفيسس تو بريفنت بروجريشن انا حققته، وفي نفس الوقت ما منعتش ايه، ما منعتش الجروث عشان ما اعملش الباد ميكانيكال سيتويشن اللي انا اللي هتسبب فيه لو عملت فايزيال فيوجن وخليت النيك شورت. ده مش كده وبس، ده انا لو سبت الفايسس ده يحصل له جروث، هيحصل ريموديلنج والنيك تعدل نفسها والكام يقل، خلاص. يبقى الفايزيال سبيرنج مش بس بيقلقه جروث ويمنع الشورتنينج ويمنع البروكسيمال مايجريشن اوف ذا جريتر تروكانتر واللاكسي اوف ذا ابداكتور ويزود لي الجوينت رياكشن فورس، لا ده كمان هيحسن الريموديلنج بتاع البروكسيمال فيمر ويقلل لي الفيمورال استابلا امبانجمنت، خلاص. يبقى انت لو قدامك هذا الاختيار تختار ايه؟ تختار انك تعمل فايزيال فيوجن ولا تختار فايزيال سبيرنج؟ خلاص. في الحقيقه الفايزيال سبيرنج لقوا انه بيحسن جدا الميكانكس اوف ذا هيب، الرينج اوف موشن، الرينج اوف موشن لانه بيعمل ريموديلنج وما بيحصلش معاه ليج لينث ديسكريبنسي بالنسبه للي بتحصل. يبقى احنا المفروض ان احنا نختار الفايزيال سبيرنج الحقيقه، خصوصا خصوصا في اليانجر ايج جروب. يعني لو انت عندك عيان سليبت كابيتال فيمر ابيفس بنت مثلا، المفروض البنات بيوقف الجروث بتاعهم على 14 سنه، عندها 12 سنه ثبت بمسمار فيوجن خلاص، لان الفتره اللي باقيه مش كبيره. لكن جاي لك واحده عندها 8 سنين 10 سنين، لا ما تعملش فيوجن اوف ذا ابس اوف ذا فايس، وثبت without فيوزنج ذا فايس. وفهم الاهل ان احنا لازم نتابع الجراف، ولو حصل ان الفيكسيشن ديفايس بتاعي ده خرج
لازم احط حاجه تاني عشان امنع الايه الري سليبنج. خلاص ايه بقى الحاجات اللي ممكن نثبت بيها و من غير ما نعمل فيوجن اوف ديفايسز؟ الهانسون رود مش موجود في مصر. اوكي في الكي وايرز ممكن تبقى انوف جدا وتثبت بالكي وايرز خلاص، او تثبت بديفايس ثريدد بس في نفس الوقت هنا ايه الديستال بارت بتاعه اللي بيدخل اكروس ديفايسز سموث، او ديفايس تاني ممكن تثبته وتسيبه بروميننت بره النك ويكون الجزء الثريدد فيه فيري شورت عشان يدخل كل الجزء الثريدد ده جوه الابيفيسز ويسيب الجزء السموث اكروس ديفايسز. في اجهزه جديده طالعه في تلسكوبينج رود زي ده، خلاص ده بيبقى الجزء الصغير الثريدد ده بيدخل جوه الابيفيسز وبيحصل تلسكوبينج بيطول مع العيان وفي نفس الوقت يمنع ايه البروجريشن اوف سليبنج. وفي الاي او عامله سكروز بتبقى فيري شورت ثريدد والشانك بتاعتها في نفس الديامتر بتاع الثريدز، وهو ده الفرق ما بين البارشل ثريدد 6.5 الاي او سكرو العادي والسليبت كابيتال فامر بيفس سكرو، لان السكرو ده تقدر تطلعه لان الجزء المقلوص بتاعه ده وانس انه رجع في البارل دي في العظم خلاص هو الديامتر الماكسيم ديامتر بتاع الثريدز هو نفسه الشافت، فيقدر تخرج السكرو ايه بسهوله. والسكرو ده لازم يتحط لونج عشان مع الجروث يتسحب ويدخل جوه ايه النك. اوكي طيب نحط بارشل قلنا ولا فولي؟ لازم نحط فولي عشان اقدر اخرجه. وقلنا الفرق ما بين الكنسيلر سكرو العادي 6.5 ان الشانك بتاعه هنا او الجزء البروكسيمال السموث بارت هنا اصغر من حجم الفريدز، لكن في الفيكسيشن سكرو بتاع السليبت كابيتال فيمورال بابس اللي معمول بالاي او الدايامتر اوف ذا فريدز هو نفسه الدايامتر اوف ذا سموث بارت فتقدر ايه تخرجه. خدوا بالكم النقطة هنا عشان نحط السكرو ده لازم نبقى جايين من انتيرو زي ما هقول بعد شوية. في باي ميكانيكال ستادي اتعملت في الفيكسيشن لقوا حاجة لطيفة جدا ان انا لو استعملت ثلاثة وايرز 2 ملي خلاص الاستابيليتي بتاعتهم اقوى من سنجل سكرو فيكسيشن 6.5. يعني مش معنى انك بتحط ديفايس عشان تو بريزيرف ذا فايزل جروث انه هيبقى ويك، لا خالص ماشي. ولما حتى قارنوا ال 7.5 سكرو بتاع السنسز مع التلسكوبينج سكرو اللي قلنا عليه الديفايس الجديد ده اللي عاملاه بيجا ميديكا ما لقوش ان فيه فرق، عشان الديفايسز دي مش افيلبل واحيانا غاليه قوي كمان، فاحنا بنستعمل الوايرز 3 وايرز اكروس ديفايسز ده مور ذان انف فور فيكسيشن. البنوته دي جات لي عندها 8 سنين عندها سليبت كابيتال فامورال ابيفيسز مايلد في الناحيه الشمال. تخيل انت لو انا ركبت لها سكرو ايمنج ات فيوجن والعيانه دي لسه عندها 6 سنين جروف، انا هنتهي بشورت نيك weak abductors, increased joint reaction force, leg length discrepancy, limping. انا عملت نفس السيناريو للي هو لو سبت العينه دي عندها slipping. خلاص يبقى الحل ايه؟ لا هنركب لها wires. خلاص to allow growth. ومع الفولو اب لو الوايرز دي اتسحبت بره الفايسس ونزلت في النك هعمل ريفيجن بلونجر وايرز to preserve the epiphysis in place وامنع recurrence of slip capital femoral epiphysis. طيب نحط كام سكرو؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ مفيش مكان في الابيفيسيس يشيل 2 سكروز، ولو حطيت 2 سكروز هتزود the instance of penetration هي single screw. لكن لو عندك unstable slip
سليب very unstable وجاي نتيجة تروما وreducible under image وفي effusion كبير والكلام ده, يفضل انك تحط مع الواير مع السكرو واير anti rotation wire عشان يمنع انك وانت بتحط السكرو بتقرطه ان يحصل rotation of the depths. التكنيك of in-situ panning مهمة جدا. In-situ panning مش زي ما بثبت نيك فيمر يا جماعة. اوكي النيك فيمر انا بدخل من lateral aspect of the neck عشان اصطاد الهيد, لكن هنا انا الهيد slipped back فانا لازم ادخل perpendicular على الفايسس وادخل في السنتر بتاعه. طب الابافسس او الابافسس ده راجع ورا, يبقى انا لازم ادخله من قدام, وكل ما رجع ورا لازم ادخله من قدام اكتر. يبقى في المايلد سليب هدخل من الانترولاترال اسبيكت اوف ذا نيك. طب في سيفير هدخل تاني انتيرور اكتر اكتر, ادخل انتيرور اكتر لحد ما ادخل في الفيمورال نيرف في الحالات الفيري سيفير. عشان كده ما ينفعش بيننج في الفيري ايه سيفير. الايديال سكرو زي اللي انتم شايفينه ده بالظبط. ماشي عندنا عيان عنده سليبنج داخلين انتيرور اهو عشان نقدر نصطاد السنتر اوف ذا ابافيسس. اوكي وابقى داخل بيربنديكولار على الفايسس في الانترو بوستيريور واللاترال فيو, وتعدي على الاقل 5 ثريدز اكروس ذا فايسس, وما تقربش اكتر من نص سنتي او 5 مللي من السبكوندرال اي بون. ودي فايده السي تي. بص في العيان ده انا عشان ادخل بيربنديكولار لازم ادخل من الانترو لاترال اسبيكت اوف ذا نيك, والعيان السيفير ده انا لازم ادخل تقريبا من الانتيريور ميديال اسبيكت اوف ذا نيك عشان ادخل بيربنديكولار. فدايما السي تي فيري هيلبفول تقول لك انت ينفع تعمل بيننج في العيان ده ولا ما تنفعش. طب التكنيك هنعمل ايه؟ لما يبقى عندك كرونيك ستيبل سليب ما تحاولش تعمل ريدكشن. طيب عندك انستيبل سليب او acute on top of chronic وانت بتجزامن لقيته فيه instability, احنا قلنا ده classification وده classification, لقيت ان فيه instability, gentle manipulation يرجع للليميتس بتاعته اللي كان موجود عليها في الكرونيك stage وثبته على كده لو انت ناوي تعمل ايه percutaneous scanning. طيب نستعمل fracture table ولا نستعمل radiolucent table عادية؟ اللي هيستعمل كده صح ولا هيستعمل كده صح؟ انا بفضل personal experience انا بفضل اعمله على تيبل عاديه خالص radiolucent table وقدام الايمج. لازم تحدد البوينت اوف انتري لان البوينت اوف انتري مش lateral, ولو دخلت ديد lateral هتخرج في الانتيرور اسبيكت اوف ذا فايسس ذا ابافيسس, ولو دخلت في الانتيرور اسبيكت اوف ذا ابافيسس 100% هتعمل ايه penetration. فانت لازم under image تحط كي واير كده along the neck وperpendicular على الفايس ترسم لاين, بعد كده تاخد العيان في فروج او لو هو على فراكتشر تيبل تحط واير تاني على البوستيرور على اللاترال اسبيكت والبوستيرور اسبيكت وترسم لاين تاني اللي هو بيمثل الريتروفيرشن, والبوينت اوف انترسكشن غالبا هتبقى انترولاترال تو ذا ثاي وهي دي البوينت اوف انتري. افتح مش مجرد سناب, لا ما ينفعش, افتح على الاقل 3 سنتي انسيجن وانزل بالانسيجن كويس قوي للديب فاشيا, وافتح الديب فاشيا كويس لانك لو دخلت في الديب فاشيا وخرمتها بالبنطه او الواير خلاص هتيجي تتحرك هتبقى متكتف في الديب فاشيا, فمش هتعرف تبقى عندك حريه الحركه عشان تحط تحدد الانتري بوينت وتحط البنطه بتاعتك او الجايد واير بشكل حر, فلازم تفتح الديب فاشيا كويس قوي. دي الوايرز اللي بنحطها, نحط واحد الاول اهو وواحد في الفروج لاترال ونشوف فين, والبوينت اوف انترسكشن بتطلع لي دايما انترو ايه لاترال. خلاص لازم انسايز ذا ايليوتيبيال تراك زي ما قلنا. طيب هتستعمل جايد واير للكانيوليتد سكرو ولا تستعمل البونت على طول 4.5؟ ده صح وده صح. انا شخصيا بستعمل البونت على طول, ما بستعملش الجايد واير. ليه؟ الجايد واير الحقيقه بيبقى رفيع في المسامير الستة ونص, ولما بيدخل بيمشي في تراكس انت مش عايزها بتلاقيه بيبرم منك,
عشان كده مش اي جايد واير تستعمله. لو انت عايز تدخل بجايد واير استعمل مسمار 7 مللي عشان الجايد واير بتاعه يبقى كلين وتقدر تتحكم في الاتجاه بتاعه. انا بستعمل بونت على طول وبظبطها على الانتروبوستيرو واللاترال فيو، بدخل بعد كده بشيل البونت واحط الجايد واير بايديا في الهول اللي انا عملتها عشان اعمل بقى عليه الدريلينج واعمل عليه اعمل عليه التابينج وبعد كده اعمل اركب عليه ايه الكانيوليتد سكرو. زي ما انتم شايفين عشان اصطاد ده الابافيس ده لازم ادخل انترو لاترال تو دي نيك، بس انت ممكن تبقى بينتريتنج وانت مش شايف والصوره دي واضحه قوي، عشان كده لازم بعد ما تثبت تو تيست البنتريشن بتاعك في 360 درجه اندر ايمج انتنسيفاير، ولو لقيت في فيو واحده منهم بس الابافيس السكرو از بينتريتنج ات از بينتريتنج. على فكره البنتريشن انسيدنتال بنتريشن يعني وانت داخل كده السكرو دخل الجايد واير دخل مره واحده وخرج ولا حاجه مش هيسبب لك مشكله، المشكله كلها بتحصل في البرزيستنت بنتريشن وده بيسبب لك كوندرولايسيس ودي مشكله عويصه جدا 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 نتمنى ان محدش ايه يشوفها. بعد ما عملنا بيركتينيا سبيننج العيان مش هيدوس على رجليه وبيستعمل كراتشز وتو تاتش من 4 لـ6 اسابيع، وبعد الـ6 اسابيع يبدا يرجع للبراكتس العادي بتاعه. العيان ده لو عنده نقص فيتامين دي لازم يتعالج في خلال الفتره دي واديله سبلمنت ماشي، بس ما فيش كونتاكت سبورتس خالص لحد فول فايزيال كلوجر، يعني ما بيلعبش بقى جودو كاراتيه ومش عارف ايه الا لما الايبابسيس ده يلحم خالص واتاكد انه لحم، عامل فايزيال سبيرنج بيننج اصبر عليه لحد ما يقفل خالص، عامل فيوجن بيننج اصبر عليه لما يقفل. زي ما انتم شفتوا كده ممكن احط سكرو وابقى حاطط في بطني بطيخه صيفي خلاص عملت فيوجن وتكتشف بعد سنتين ثلاثه حصل سليبنج ثاني لان السكرو ده ما منعش الجروث. ولازم لازم بعد ما بتعمل العمليه دي بتنبه على الاهل يا جماعه لاحظوا الناحيه الثانيه، مع اي بدايه شكوى للكونترالاترال سايد تظهر فورا ما تستناش المايلد يبقى مودريت ولا المودريت يبقى ايه سيفير. ايه الكومبليكيشن بتاعت البيننج؟ اهم كومبليكيشن هي الانتي بنتريشن. بص العيان ده عنده سليبنج بس الدكتور اللي دخل بالسكرو دخل كانه داخل في نيك فيمر، فدخل along the axis of the neck femur مش بيربنديكولار على الابيفيسس لانه مش داخل من الانتيريور اسبكت فعمل بنتريشن، وفي الاكس راي بص في الانتروبوستيريور فيو مش باين ان في بنتريشن خالص لكن البنتريشن موجود اهو. برضه الاكس راي دي فيها غلطه ثانيه حاطط ووشرز، ليه ووشرز؟ احنا مش عاملين كومبريشن، احنا مش عايزين نعدي بالثريدز دي اكروس ديفايس عشان اعمل كومبريشن، ذا ايم از تو كيب ذا ثريدز اكروس ديفايسز. فحكايه انك تلاقي ووشر كده العامل هو مش فاهم الكونسبت للعلاجي. الانسايت تو بيننج الحقيقه من افضل العمليات واللي بتدي نتائج هايله جدا وبتقلل الريت اوف كومبليكيشنز، وهي عمليه سهله والكومبليكيشنز بتاعتها قليله لو اتعملت صح ولو اتعملت من حد فاهم هو بيعمل ايه. لكن افرض انا عملتها حلوه قوي بس العيان عنده الالفا انجل عاليه قوي، طب انا حتى بعد ما عملتها العيان ده هيجي له اوستيو ارثرايتس، انا ما عملتش حاجه. عشان كده مهم قوي ان احنا ندرس ذا بريزنس اوف اني كام افكت او كام او فيمورو استابلر ايه امبانجمنت. يبقى لو هنعمل بيننج بس في المايلد كيسز، لكن في المودريت كيسز احتاج ازود حاجه على البيننج، وفي الانستابل كيسز احتاج ازود حاجه عن البيننج اللي هي ايه بقى نسميها الاد اونز، الحاجات الزياده اللي هزودها على البيننج في الانستابل وفي المودريت. المودريت اللي هو السليبنج بتاعه اكتر من 30 الى 60 درجه وفي بام واضحه ومحترمه وهتعمل لي كام، طب ايه اللي ازوده هنا؟ ان اعمل نيك اوستيوبلاستي انحت النيك ارجع الهيد نيك اوفست ماشي، وده ممكن يتعمل اثروسكوبيك
ممكن يتعمل بسيف سيف سيرجيكال ديسلوكيشن، ممكن يتعمل بانتيرور ابروتش عادي خالص ما بيكملش تلت ساعه. ده this is my preference. احنا هنا عيان عندنا moderate slip، فحددنا البوينت اوف انتري وعملنا البيننج، وبعد كده فتحنا هنا longitudinal incision او oblique شويه incision كانه بيكيني incision من الانتيرور سبيريور اليك سباين. العيان ده كنا زمان لسه ما عندناش الفولي ثريدد 6.5، فكنا بنستعمل البارشل. بص حطينا هنا ثبتنا خلاص، بس العيان هنا عنده مودريت وعنده هنا بامب محترمه، فبندخل هنا ميديال تو ذا سارتوريس، وبعد كده ندخل في البلان دي وفي البلين دي ونديتاتش الريكتس فاموريس. بنلاقي الكبسول، بنفتح الكبسول وهي بص العيان عامل ازاي، شايف البامب قد ايه، لازم ننحتها. شايف رجعنا الهيد نيك اوفست، وشايف مع الفولو اب الهيد نيك اوفست از ايه مينتيند. فالعيان ده ما بقاش عنده الوقت كام، انا حافظت على الليبرم ما عملتش دامج للليبرم بالريبيتد امباكشن اوف ذيس بروميننس، وفي نفس الوقت ثبتت ايه الفايس. دي الاد اون في المودريت كيس. يبقى لازم في المودريت كيس مع البيننج هعمل ايه نيك اوستيوبلاستي باي طريقه. طيب الانستابل دي urgent surgery، عيان مش قادر يمشي، effusion واقع reducible خلاص. وبص هنا هتلاقي في هنا remodeling، في rounding هنا للهيد للنك، بس الابيفيزيس مترحل اكتر من degree of rounding. معنى كده ده ممكن تقول عليه acute on top of a chronic، يعني ففي some sort of instability واضحة جدا موجود في العيان ده. محتاجين نعمل urgent accept reduction obtained after anesthesia. يعني انا مجرد ما اعمل له traction وعمل شويه internal rotation وارجعه على الوضع اللي كان chronic فيه ده enough، وبعد كده incision of a decapsule عشان اعمل decompression للكبسول عشان التامبوناد effect وحافظ على الفاسكولاريتي of the capital femoral epiphysis. اوكي طيب امتى هعمل contralateral banning؟ الانسنس اوف contralateral slipping من 21 ل 40%، دي الانسنس عاليه جدا واحيانا ل 60%. ففي ناس بتقول طالما الاهل فاهمين والدنيا واكسبتنج كده اعملها، اعمل contralateral banning. بس عشان يبقى ضميرك مستريح، ال contralateral banning ليه indication، بس حتى لو مش هتعمله لازم تنبه الاهل انهم يلاحظوا اي ساينس او اي بدايه بين في ال contralateral size. طب ليه احنا ما بنعملش ال contralateral banning ونخلص في كل الحالات؟ لانها مش benign. انت ممكن تعمل عيان الناحيه اللي كان فيها sleeping والعيان يمشي كويس، وتعمل الناحيه اللي كانت سليمه والعيان يحصل فيها complication. طبعا موقف لا يحسب عليه اي حد، لانك عملت عمليه في رجله ما تشتكيش منها اي حاجه ويحصل فيها هي الايه الابيفيزيوليس. وطبعا ان احنا نعمل كونترالاترال بسكرو واوقف الجراف واعمل ميكانيكال ديسفانكشن، طب انا كده عملت العيان ميكانيكال ديسفانكشن. لو ما كانش هيحصل له سليبنج كان عمر الهيب ده هيبقى احسن من بعد ما انا عملت ايه فيوجن. الكومبليكيشن ممكن تحصل، ممكن يحصل اي في ان، ممكن يحصل فيمورال فراكشر، ممكن البنتريشن، ممكن الكومبليكيشن. ده اكزامبل العيان جالي كان عامل ناحيتين، الناحيه الشمال دي فيها سليبنج والناحيه اليمين ما فيهاش حاجه. شوف الناحيه اليمين اللي ما فيهاش حاجه انتهت بايه، والناحيه الشمال اللي كان فيها سليبنج حالتها احسن من الناحيه اليمين اللي ما كانش فيها حاجه خالص والعيان ما كانش بيشتكي منها من حاجه خالص. اوكي حصل له بقى انفكشن وات ايفر، انتهى بكومبليتلي دامجد هيب اللي كان اصلا ما فيهوش حاجه والعيان ما كانش بيشتكي منه. عشان كده it is not totally benign procedures. البروفيلاكتيك كونترالاترال بين هنعمله امتى يا جماعه؟ عيان جاله سليبنج وهو يونج، يعني ولد مثلا اقل من 11 10 سنين، بنت اقل من 8 9 سنين. لو عنده endocrinal dysfunction renal problem او عنده contralateral widened physis زي الحاله دي، او لو لقيت عنده البوستيريو سلوب انجل من 12 ل 15، لان النورمال بتاعها ماكسيمم 12، اول ما تلاقيها 12 ل 15 على طول تعمل له بانينج. ليه؟
لان زي ما اتفقنا ميكانيكالي في الاول لو زادت عن 15 كل 5 درجات هتزيدها هتقلل الفورسز نيدد تو بروجريس للسليبنج للنص، فهتبدا لي فيش السيركل مش هعرف اوقفها. خلاص مش هنطول بقى في الكلام ده، لكن اهم حاجه سنجل سكرو فيكسيشن ده عمليه هايله جدا في الانستابل سليبنج. لازم اعمل جنتل ريدكشن وارجنت سيرجري واعمل معاها دي كومبريشن، والبيننج انسايتو هيديني ذا بيست تريتمنت لو الالفا انجل كويسه. عشان كده لو الالفا انجل عاليه اكتر من 55 يبقى في الحاله دي انا محتاج نيك اوستيوبلاستي اعمله مع المودريت سليبنج او بيننج انسايتو في المودريت كيسز. اوكي بقينا جزء صغير اللي هو الدان بقى فور سيفير كيسز، بس لو حد عنده سؤال ولا حاجه نجاوبه على طول عشان احنا كده طولنا. مش عارف دكتور محمد فاضل هيسمح لنا بوقت زياده، هي 10 دقايق بس نقول فيها الدانز. مش عارف we should avoid fully threaded. في حد بيسأل بيقول لي we should avoid fully threaded screw، يعني حضرتك شايف ان we should avoid physical method as much as possible and use Hansen screw if available. If not, better to use 3K wires and if protruded, replace them with longer one. كلام سليم. خصوصا في يانج، لكن لما تلاقي عيان قرب قدامه سنتين ولا حاجه لسه جراف بس، لا ثبت بسكرو، لان تثبيت سكرو اسهل واسرع وارخص. الهانسن رود مش افيلبل في مصر، احنا عشان كده بنستعمل كي وايرز. ما احنا قلنا اللينف اوف سكرو فروم ذا سب كابيتال او السب كوندرال بون هو 5 مللي، ما تقللش عن كده عشان ما يبقاش عندك اي بنتريشن. هنقول هو بيسأل امتى هنعمل open reduction، هنقول امتى هنعمل open reduction وهنتكلم على الدانس دلوقتي. الأسئلة كلها دي جاوبنا عليها. المسمار بتاع ليه، هل في احتمال انه يخرج بره زي ما بيطول مع الجروث؟ لا، لأنه بيبقى معشق في الإبافيسز بالفريدز والشانك بتاعه نفس الدايمتر بتاع الفريدز، فمش ممكن السكروز تخرج، هو بيتسحب معاه. عشان كده انت بتسيبه طويل حوالي 2 سم بره اللاترال اسبكت او الانترو لاترال اسبكت اوف ذا شافت. طيب نتكلم على الموديفايد دان. هنتكلم بسرعة عشان احنا كده تجاوزنا الوقت. هنعمل امتى؟ احنا اتكلمنا عن المودريت والمايلد، يبقى بقى لنا ايه؟ السيفير. وفي ناس بتعملها في المودريت كيسز، خصوصا الناس اللي اخترعوها بتوع بيرن في سويسرا. طيب هي ايه القصة؟ القصة ان انا هنا لما بيحصل سليبنج بيحصل تكوين كلس موجود. لو انا حاولت ارجع البافسس ده بعنف وجامد هعمل ستريتش اوف ذا فيسلز اللي هي ماشيه في البوستيريور سوبيريور ريتيناكولا، ولو عملت لهم ستريتش هيتقطعوا فيحصل اي في ان. يبقى المفروض القصه عموما كده ان انا اشيل الاخضر ده اللي هو الكلس عشان اقدر ارجع الابيفسس في مكانه من غير ما اعمل ستريتش اوف ذا نيورو دي retinacular vessels. واللي أهم retinacular vessels هم ال posterior superior along the axis of the neck. يبقى it allows correction of the severe deformity at the level exactly في الكورة بتاعت الديفورمتي. أنا مش هعمل osteotomy هنا، لا أنا هصلح في الكورة بالظبط، هعمل reduction anatomical reduction. فزي ما انتم شايفين كده
احنا هنشيل الكلس ونرجع ايه الهيد مكانها. بيتعمل امتى؟ في السيفير كيسز اللي هي السليب انجل او ساوث ويك انجل اكتر من 60، اللي هو نون بينابل، انا مش هعرف اعمل له بيننج مع نيك اوستيوبلاستي، حتى لو انا قايس الانجل في الاكس راي اقل من 60، بس لما هعمل السي تي مش هينفع اعمل بيننج ابدا، يبقى ده ما ينفعش اعمل له بيننج، يبقى اعمل له سليب كابيتال اللي هعمل له الدانز. طيب في بعض السنترز في العالم زي بيرن وكذا مؤمنين جدا ان حتى المودريت كيسز لازم يتعمل لها، وحتى الانستابل كيسز بيعملوا لها اوبن ريدكشن، وبيشايفين ان الاوبن ريدكشن بيدي اكبر فرصه في الانستابل كيسز ان احافظ على الريتيناكلا وما اعملش اي فورسبل ريدكشن، اعمل بي ستريتش للريتيناكلا. بس الكلام ده لسه في يعني اختلاف كبير قوي، ما فيش ايفيدنس واضحه جدا على الانديكيشن ده. عشان نفهم العمليه، هي ايه الريتيناكلا اوف ذا هيد؟ الريتيناكلا هي البري اوستيوم، هي البري اوستيوم، والبري اوستيوم بتاع النك اهم جزء فيه السوبيريور والبوستيريور اللي ماشي فيه الريتيناكولار فيسلز عشان تروح للابافيسس. اوكي، الفيسلز دي جايه منين؟ جايه من البوستيريور برانش اوف ذا ميديال سيركمفلكس، وبترجع ورا وتطلع ايه على النك. مهم قوي ان احنا نعرف الباث واي ده، هي بتطلع بوستيريور هنا خلاص ماشي اوكي اهي، وبتخرج هنا من تحت ال بايريفور ماسل. ماشي يا جماعه، عشان توصل للسوبيريور اسبيكت، فعشان توصل للسوبيريور اسبيكت بتوصل هنا في الجزء ده. يبقى انا اوعى وانت بتعمل العمليه دي تقطع البايريفور او تخلع البايريفور مكانها، انك هتبقى كده بتعور الاسندنج برانش اوف ذا ميديال سيركمفلكس فيمورال ارتري، اللي هو برانش من الديب فيمورال ارتري سوري، اللي هو بيسبلاي اساسا الكابيتال فيمورال ايبافيسس. فاحنا ده جريتر تروكانتر اهو، وادي الاكسترنال روتيتورز، وادي الفيسلز ماشي ديب ليهم، وبعد كده بيدخل هنا على النك ديب للبايريفور ماسل. فانت لما هتعمل الاوستيوتومي هنا في الجريتا تروكانتر اوعى تعمله تحت، يبقى واصل هنا تحت البايريفورمز، لازم يبقى سوبرفيشال للبايريفورم، والبايريفورم تبقى لسه ماسكه في الاستيبل بارت اوف ذا جريتا تروكانتر، مش في الموبايل بارت اوف ذا اوستيوتومي، عشان لو انا خلعت دي من مكانها انا هعور على طول البلاد سبلاي. هو ده اهو ماشي اهو كده وبيحافظ عليه. يبقى انا لازم الهدف من العمليه اني انا ارجع الفيمورال هيد، وافضل محافظ على الاتاتشمنت البوستيريور والسوبيريور في البريوستيوم بتاعها ماسك في الهيد اوكي بالفيسلز بتاعته كانها فلاب، كانها فلاب. العمليه دي عمليه صعبه جدا، تكنيكالي صعبه جدا، لازم اللي يعملها يبقى تريند عليها وشاف ناس كويسه بتعملها، لانك لو عملتها غلط انت اللي هتعمل العيان ده اي في ان. العيان بيلام ان دي لاتر ان ديد لاترال بوزيشن، ولازم تجهز باج عشان العيان هينزل رجليه ويعمل فول اكستند روتيشن مع فليكشن. بنفتح لونجيتودينال انسيجن، بنلاقي التروكانتريك بيرسا بنفتحها، وعايزين هنا نكسر الجريتا تروكانتر، نعمل فلاب من الجريتا تروكانتر دايجاستريك فلاب. يعني ايه دايجاستريك؟ ماسكه في الماسلز الابداكتورز بروكسيمالي والفاستس لاتراليس ديستالي. بس اوعى تاخد extend the dissection along the posterior border of the abductor muscle. ليه؟ لان البيروفورمز معاها، ولو عملت dissection كده هتبقى dissection بتاعك deep للبيروفورم. فعشان كده تاخد تسيب حوالي نص سنتي من البوستيريور بوردر بتاع الجلوتيوس ميديوس عشان تبقى ضامن انك محافظ على البيروفورمز. وبعد كده تعمل الاوستيوتومي بتاعك. ادي احنا رافعين اهي الجلوتيوس ميديوس وسايبين الباري فورم في مكانها ايه، والفيسلز ماشيه ديب
وبعد كده داخله في الجزء ده عشان تروح للبريوستيوم ديب للبايريفورم ماسل. وبعد كده بنفتح الكبسول وندليفر الايه الهيد. ده المنظر اهو. خلاص شوف بقى احنا عايزين نعمل ايه. احنا عايزين نقطع البريوستيوم ده هنا زي ما انا بشاور كده واقلبه مع البوستيرور اسبكت كفلاب واحده. خلاص الموضوع صعب شويه وعشان كده لازم اكسر الجريتر تروكانتر هنا along the physis واقلب كل ده كفلاب واحده كفلاب. وبعد كده اخلع الهيب. لما اخلع الهيب ممكن يبقى ان ستيبل. اخلع الهيب الاقي النك طلعت لي والهيد جوه الاستابل، يبقى لازم اعمل بيننج الاول بوايرز عشان لما اخلع الهيب الهيد ايه تطلع معايا. خلاص ده احنا كده مطلعين الهيد والايه والنك، ادي كده مطلعينها. خلاص وادي ايه الوايرز اهي ماسكه فيه الهيد. خرجنا الهيد من مكانها وبص الفلاب اهي كامله محافظ عليها تماما بالفيسلز بتاعتها بالمسلز بتاعتها كل حاجه مش مقرب لها خالص ومحافظ عليها عشان اشيل بقى الكلس وانضف النك واكحت الفايسز عشان اعمل كومبليت فيوجن وارجع ايه الهيد مكانها. ده المنظر اللي احنا عاملينه، شايف دي النك اهي خلاص وده الابافيسس. شايف النك عامله ازاي؟ تبدا بقى تكحتها وتنضفها خالص. ان الهيد عامله زي المشروم يا جماعه في الصوره الشمال، الهيد عامله زي المشرومه كده اوكي. فلازم تنضفها وتشيل الباك عشان لما ترجع الهيد ما يبقاش ريتيناكلم او الريتيناكلر بس ستريتش، لان لو ستريتش هتبقى مقفوله. فلازم تنضفها خالص وبعد كده تكحت الفايسز هنا عشان انت عايز تعمل فيوجن في الحاله دي، مفيش هزار في الحاله دي مع السيفير سليب. بص اهو الابافيسز اهو. وبعد كده بتثبتها خلاص. ولازم تاسس الريدكشن اندر ايمج عشان تتاكد انك لا انت عامل فيروس ولا انت عامل ايه فالجس ولا في ريتروفيرشن ولا اكسسيف انتي فيرشن. وفي الاخر تثبت الجريتا تروكانتر. ده اكزامبل لحاله عندها سيفير سليب. شايف لو انا حاولت اعمل بيننج هنا همشي ازاي يا جماعه؟ همشي كده؟ طب ازاي؟ مش ممكن، ده انا هدخل في الفيمورال ارتر عشان اعمل بيننج كده، ولو دخلت من هنا هطلع في الانتيريور اسبكت هعمل بينتريشن، مش هينفع. فده المنظر، شايف الهيد اهي، وادي دي البريوستيوم اللي هو ريتيناكلا، ده الانفيريور ريتيناكلا وده السوبيريور ريتيناكلا. وادي النك الاستامب اوف ذا نك وادي الابسس. بنعمل دريل هول هنا او هول هنا بحوالي 2.5 مللي واير عشان اشوف الفاسكولاريتي اوف ذا هيد. وبعد كده بنضف الباك اوف ذا نك. شوف البلاد سبلاي لازم تبقى بليدنج، شايف لازم يبقى فيه فلو ولازم تبقى الفيمورال هيد از بليدنج عشان تطمن ان في جود فاسكولاريتي. احيانا في الاول ما يبقاش فيه فاسكولاريتي وبعد ما ترجع الهيد يحصل ايه ريفاسكولاريزيشن. في ساين لطيفه قوي هوريها لكم. شوف لما انا دوست على الريتيناكلم بصباعي السيركوليشن وقفت، اول ما اشيل صباعي السيركوليشن ترجع، معنى كده ان ده ارتيريال فلو. لكن ده لو كان فينس فلو، انا لو زقيت على الريتيناكلا انا هعمل كونجشن اكتر البليدنج يزيد. فده بياكد لك ان ده ارتيريال فلو. كنا زمان في الحالات الاولانيه بنثبتها بسكرو 6.5 لان ان ده صعب قوي الحقيقه ومش لازم. في بيرن بيثبتوها بثريدد وايرز، احنا ما عندناش هنا ثريدد وايرز فبنثبتها حاليا بسموث وايرز والحقيقه النتيجه كويسه جدا وما عندناش مشكله. ده مثلا عيان تاني 13 سنه ميل فيري سيفير كيس وده عملنا له الفيكسيشن و فيري نايس ريدكشن فيري جود هيد نيك اوفست والعيان فيري نايس. انا ماشي بسرعه عشان اتاخرنا. ده عيان تاني 13 سنه وشوف فيري سيفير سليب برضه عملنا له. شوف الابابس عامل ازاي. مش ممكن اقدر ادخل بالديكلر على الفايسز ابدا. فده نون بينابل وبرده السيكوليشن بتاعته كويسه وده الفيكسيشن وده افتر هيلينج. هنا كنا مثبتين ب
ده الايفوليوشن بتاعنا الحقيقه. كنا الاول بدانا بالكانيوليتد سكرو 6.5، بعد كده شفتت ل 3.5 شانز سكرو، بعد كده دلوقتي مستقلين على سموث بينز 2 مللي 3 سكروز او 4 مور ذان انف. الحقيقه احنا الريزلتس في الليتريتشر في ان جود هاندز فيري لو انستنس اوف افاسكولار نيكروزيس. الحقيقه احنا بنواجه هنا في مصر مشكله ثانيه خالص، العيان بيجي متاخر جدا، والعيان لما بيجي متاخر جدا بيكون واحنا فاتحين بنلاقي الهيد سوفتن والكارتليج احيانا ايرودد، فده بيقلل اللونج تيرم افكت. احنا نشرنا بيبر لطيفه جدا مع دكتور محمود عبد حازم احمد حازم عبد العظيم، دكتور حازم عبد العظيم ومحمود عبد الكريم، كانت رساله فادي كمال بدير، ومن البيبرز المحترمه جدا المنشوره عن الاوبن ريدكشن فور سليب كابيتال فيمورال ايبيفيسس في العالم، وانتشرت في جورنال محترمه جدا بون اند جوينت جورنال. مش هدخل في تفاصيل البيبرز، بس في كومبليكيشنز يا جماعه ممكن تحصل زي العيان ده اي في ان جامده قوي، وده كان انفكشن. الحالات الاي في ان برضو ممكن تحصل، وممكن تبقى اصلا كانت موجوده، وممكن تحصل نتيجه ان حصل ستريتش على الفيسلز على الليجامنتس او كده على الريتيناكل قصدي. يبقى السيف سيرجيكال ديسلوكيشن احلى عمليه في الدنيا، انها ترجع لي الدنيا اناتوميكال، بس فيها ريسك عالي قوي اوف اي في ان لو ما اتعملتش بحد كويس، وعمليه صعبه قوي ومش فيزبل ان اي حد يعملها، عشان كده ما قدرتش تحل محل البيننج في العالم كله. فلازم نبقى فاهمين ان العمليه دي ليها الانديكيشن بتاعها اللي هي فيري سيفير كيسز او انبينابل كيسز، حالات ما اقدرش اعمل لها بيننج مع نيك اوستيوبلاستي مثلا. اذا كان في سنترز اكسبيرينس قوي بتعملها في المودريت، فاحنا خلينا ما نعملهاش في المودريت، اتالاو اكسبلوريشن اوف ذا استابلم والليبرم، لو فيهم تير ولا حاجه نقدر نتصرف فيه، لكنها تكنيكالي ديفيكلت وبوتنشال فور هاي ريت اوف سيرجيكال كومبليكيشن. يبقى تو سمرايز، لو عندي unstable slip تعمل urgent fixation وcapsular decompression، stable fixation mild تعمل binning in situ بس، moderate هعمل binning in situ و neck osteoplasty، ولو severe هعمل ايه open reduction. Thank you very much. ألف شكر أسئلة. ألف شكر دكتور هشام. أنا الله يخليك دكتور محمد. في أسئلة ممكن في وقت تفضل حضرتك، بس جاي على الشات فطبعا حضرتك قدامك. أنا هبص عليها. نبدأ من الآخر. بطلوا حط أسئلة كبيرة عشان في كتير نجاوب عليها. لا إن شاء الله، وبعدين اختار برضو لأن في حاجات هتبقى في حاجات متكررة. في سؤال لطيف اللي هو does severe form comes usually acutely with chronic SCFE؟ الاثنين الاثنين، الفرق ما بين الاكيوت او الـ مش او لو هو اكيوت ومعاه instability جامده انه هيبقى reducible، لكن لو chronic بس وستيبل مش هيبقى reducible خالص، بس الاثنين ممكن يبقوا جايين لك في سيفير ديجري. خد بالك كلمه سيفير دي radiological measurement دي حاجه، والكرونولوجيكال اسسمنت حاجه، فدايما التايبس اوف كلاسيفيكيشن خليهم في دماغك منفصلين. اوكي، لما تقول لي سيفير انت بتقصد كلاسيفيكيشن معين، لما تقول لي ستيبل ولا انستيبل انت قصد كلاسيفيكيشن تاني، لما تقول لي كرونولوجيكال اكيوت ولا كذا انت قصد كلاسيفيكيشن تاني. حط ده قول لي ده اكيوت اون توب اوف كرونيك سيفير انستيبل، فهمني يعني الحاله الواحده بتاخد الثلاثه كلاسيفيكيشن. ماشي، دي حاجة. What is the orientation of the three wires when I use it؟ تحاول ان هم يبقوا divergent على قد ما تقدر. احيانا تعمل frog lateral تقول لي ايه ده دول على line واحد. ايوه بس في الاي بي هم مش على line واحد، خلاص مفيش اي مشكلة، بس تحاول ان هم يعني ما يبقوش parallel لبعض لو انت هتثبت في الدانس. لكن في الحالات اللي انت عايز growth sparing binning تحاول انهم يبقوا parallel عشان ما يعملوش blocking للايه للgrowth. لكن في الدانز انت عايز arrest، فانت عايز تعملها زي شبكه، فلازم تعملهم divergent يدوك stability ايه اكتر. وان كان الاورينتيشن ده مش فاكتور في الاستابيليتي، قال لك ثلاثه وايرز
2 ملي ليهم ده effect of thick 3.6 ونص او 7 ملي سكرو، يعني ما فيش مشكله. هنعمل ايه اذا لقينا اي في ان؟ دي قصه طويله عريضه بقى. الاي في ان دي والديفورميتي والنون ويت بيرنج والرينج اوف موشن اكسرسايزز، انت عامل اوريدي دريلنج فمش محتاج انك تدخل تعمل مثلا كور دي كومبريشن، فدي قصه طويله ومش لطيفه الحقيقه، بس قصه تانية خالص يعني بعيدة عن موضوعنا دلوقتي. انا مش فاهم، في حد كذا سائل كذا مره اني ريسبكت فور اوبليك بلان ديفورميتي. انت قصدك اوبليك بلان ديفورميتي انك تقدر تصلح تو ديفورميتيز فروم ا سنجل اوستيوتومي. الحقيقه كنا دايما بنشرح كتير قوي الكوركتيف اوستيوتومي اوف ذا بروكسيمال فيمر عشان نصلح الاناتوميكال ديستربنسز اللي موجوده افتر سليبت كابيتال فيمر بس. وكان في اوستيوتومي اللي هو تراي بلين اوستيوتومي بتاع ساوثويك عشان اقدر اصلح من سنجل اوستيوتومي، اعمل فليكشن واعمل فالجس واعمل انترنال روتيشن، اعمل الثلاث حالات بسنجل اوستيوتومي. الكلام ده قال لي كلام عليه ليه؟ لان كل ما عملت الاوستيوتومي بعيد كل ما بقيت سيف والبعيد عن الكوره، يعني كل ما بقيت سيف والافاسكولار نيكروزيس اقل، بس مشكلته انه ستيل في ديفورميتي موجوده بروكسيمالي والانسنس اوف اوستيوارثرايتس مش هتروح 100%. بعكس كل ما كنت قريب من الفايسس الديفورميتي هتصلح 100%، الاورينتيشن والميكانكس هترجع 100% كويسه، بس هاي انسنس اوف ايه اي في ان. لما بقى في تكنيك كويسه ان تقدر تحقق ده اللي هو low instance of AVN مع anatomical reduction، ما بقيناش بنتكلم كتير قوي على ال corrective osteotomies. هو ده اللي انت تقصده من ال oblique plan deformity. ارجو ان انا اكون فهمتك صح. في حد بيقول هنا ال key wires are left subcutaneous مش percutaneous، مش طالعين برا الجلد، هم deep مش percutaneous، لازم يبقوا subcutaneous، لازم يبقوا ديب، انت ده عايش بيهم سنين اوكي، فلازم يبقوا ديب بس penetrated بره lateral cortex of the bone ماشي. ده السكرو، لكن الواير سوري لازم تبقى بندت على البون عشان ما يحصل لهاش distal migration، عشان ما تخرمش الarticular surface مع الحركة. فانت لازم تبقى معدي الابافيسس الفايسس وواقف قبل السبكوندرال بون والوايرز على اللاترال كورتكس بندد عشان ما يحصلوش ديستال مايجريشن ويدخل الارتيكولار سيرفس اوكي. مع الجروث العيان ده الابافيسس هيطلع يطلع يطلع، فتلاقي الواير كانها اتسحبت فتدخل بوايرز اطول، ده اللي هو الجروث سبيرنج بيننج. الحالات بتاعت الدانس لا، انت بتحط الوايرز وخلاص عملت فيوجن، بس برضو بتتنيه مع الكورتكس عشان ما يحصلش ديستال مايجريشن. انت لو سبت الواير سموث كده وستريت هتلاقيه داخل ومايجريت، عشان كده هم بره بيستعملوا ايه الثريدد وايرز، لكن احنا ما عندناش هنا في مصر ثريدد وايرز. لو حطيت سموث وايرز وسبته ستريت هي مايجريت ديستالي، ودي مشكله كبيره جدا. زمان مره طلعنا واير من البلادر دي حقيقه، وكان طلعونا بالمنظار الله يرحمه دكتور عيسى قطب استاذ المسالك الله يرحمه. اوعى تسيب واير ستريت خلاص ده هو حتى لو شويه برضو يعني لو شويه كمان متني برضو ساعات مع الحركه ومع اللوزنج واللوزنج اللي بيحصل ناس كتيرة بتشكر، شكرا ليكم الحقيقة انكم اديتونا الفرصة دي. ألف شكر، احنا اللي شاكرين يعني، ربنا يجعله بفايدة يعني ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. احنا شاكرين جدا لحضرتك، واحنا يعني سعدة جدا. احنا ما حبيتش ان اتكلم من الاول واشكرك ولا حبيت. الله يخليك، الله يخليك. الموضوع مش محتاج يا حبيبي، طبعا مش محتاج، كله عند الله بإذن الله. ولا حبيت برضو اتدخل عشان الزملاء اللي يكونوا يعني بيقولوا احنا بنستغل الدكتور هشام عشان الدبلوم بتاع تشوهات العظام، فاحنا بنستغل الدكتور هشام عشان تشوهات العظام. تحت امر الله يخليك، فاحنا فعلا سعداء بوجودك. الله يخليك. والزملاء اللي في الدبلومه في جزء منهم فعلا قدر يخش فيه، حتى بعضهم ما قدرش يخش بسبب ان في ناس من الزملاء اللي من بره الدبلومه دخلت، ودول بنعتذر لهم. ان شاء الله حضرتك وعدت ان شاء الله هتكون دي على اليوتيوب شانل،
هي موجوده على اليوتيوب شانل دكتور هشام عبد الغني. لا موجوده وهنعمل كده ربنا يسهل كده، ممكن تزودوا العدد بتاع الاشتراك بتاع زوم ده، بيدي فرصه كبيره ان شاء الله. لا والله احنا ما توقعناش طبعا، احنا في رمضان دي حاجه، غير كده احنا كنا اساسا في دماغنا ان الريجستريشن يبقى بس للمجموعه بتاع الدبلومه اللي هم حوالي 40 واحد او حاجه زي كده. الصوت قطع. غير قبلها ب 24 ساعة، فأما لقينا الزملاء في الدبلوم اللي حجزوا خلاص، فسيبنا بقى الله. الموضوع مفتوح للكل الحبايبك يعني. إن شاء الله. المرة الجاية يبقى عدد أكبر إن شاء الله. إن شاء الله. جميل جدا جدا. شكرا دكتور فاضل. الله يخليك. شكرا لحضرتك. الله يخليك. تصبحوا على خير جميعا وشرفتونا جميعا. الله يخليك. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة.